الترجي يختار في نصف نهائي قاري جديد الطريق والبوابة للنهائي هو تسجيل هدف اليوم في استاد الجديد لكاملوندو في مدينة لوبومباتشي، وأيضا الصمود على المستوى الدفاعي. ندرك جيدا في أرقام أنه مازيمبي اللي يحاول يأثر نفسيا على الترجي. لا تنسوا أنكم ترجي العاصمة كبير 1919 بكل التجارب والخبرات. مازيمبي 4 مرات بطل إفريقيا، له كل الاحترام، ولكن الكرة عنوان الصمود، عنوان أن تكون رجل. ورجال الترجي اليوم إن شاء الله يكونوا في الموعد. كرة القدم هي بروح الاجتهاد وهمة الرجال، والنصر سبب الجهاد والعبرة بالأعمال يا بن شريفية. تنطلق المباراة في لحظات. كيديابا 36 سنة حارس التو بويسون مازيمبي، ترجي في ماتش 85 إفريقية. لو كصبينا كل الأرقام والأسماء وبعض الملاحظات باش نركزوا كان على الكرة. نومانديز ديزيري أحسن حكام القارة السمراء. اللحظة على بركة الله ننطلق في نصف نهائي الذهاب. الأهلي ينتظر في النهائي من أتمناها بدعوات خالصة من عرش القلوب أن تكون للترجي الرياضي التونسي. مباراة الذهاب تنطلق في هذه الكرة بهذه اللحظة، تنطلق للتو بويسون القوي مازيمبي. 4 مرات قلت بطل إفريقيا، هي مباراة بين بطل إفريقيا الحالي حامل لقب الترجي وبطل إفريقيا في 2009-2010 مازيمبي. حذر من الكرة الطويلة، لابد ندخل في الماتش على طول، يلزم أن تخرج في دخول الماتش الراقد. هيا ركز لي عادك بس روحك زي من رخفة، والكرة ترجع للترجي الرياضي التونسي. كرة طويلة اليوم الأخطاء ممنوع، اليوم الأخطاء ممنوعة. جويل كيموكي، أنا نقرأ شوية، سمعت الكابتن يوسف الزواوي والكابتن بن شيخة في الأستوديو، أنا نقرأ أيضا مباراة أنه معلول يحاول بهذا التمشي الضغط على نقطة قوة مازيمبي وسط ميدانه. عندهم يا حبيبي سونزو وكالابا وديو كاندا سينغولوما قدامهم بوتو، فريق قوي برشا وسط ميدان، لذلك الترجي يلعب أكثر الشكل واضح 4-5-1. ثم قوة الفريق الكونغولي في راي أو الأطراف لكلوار، عنده الظهير الأيمن جويل، لاعب إريك كولوكوتا، ثم على اليسار جون كاسوسولا. الاثنين هذم يطلعوا برشا اليوم، التعليمات واضحة. الشمام دربالي فماش تلوع، ثم وسط الميدان للترجي مطالب بالتغطية على الأطراف الباكات متاع مازيمبي، وان بوتو في متابعة رقيبة لسيقة ورقابة لسيقة ممكن تمنع الفريق الكونغولي من التنفس. لابد أن يختنقوا اليوم كرويا. ترجع الكرة لهاريسون أفول، هاريسون أفول يرجع كرة للترجي. أنا أبقى متفائل كما هي العادات، مازيمبي ليس البرسا، بكم خايفين؟ والكرة ترجع لمعشر الترجيين عن طريق البلاك ستارز. هاريسون أفول يمشي الراقد حسين، يحط كرة لشمام، شمام وسط الميدان باش نماركيو، يمشي شمام، شمام يرجع بالكرة العواضي، العواضي الدقائق الأولى اللمسات الأولى تريح الفريق، يمشي بالكرة هاريسون أفول، واحدة من وحدات التاريخ يا البلاك ستارز. هاريسون يعني كنياج ملا تيران، غريب هذه الصورة، ما نعرفش أنا الأمور قانونية ولا فهمش الكرة فين وما تفهمش التيران كيفاش مرسوم. لا تيران بيسبول لا رجبي لا كريكت، أنا ما فهمتوش. ترجع كرة في الميدان، يعني هما صرفوا الملعب الحقيقة روعة. وصلنا بوفد الترجي الملعب روعة، لكن يظهر لي على شوية الدهن بخلوا شوية في الأخير. أنا مش معقول، هل هذا قانوني معنى الملعب في شكله بهذه الطريقة أو بهذا الرسم للملعب؟ دعنا من رسم الحدود، دعنا من رسم الخرائط. الآن الترجي يرسم طريق لنهائي الشامبيونز ليج ويرسم بسمة على شفاه الملايين. مازيمبي 0 الترجي 0. يضغط الترجي بريسينج عالي، ترجع كرة الترجي يانيك نيانغ، يمشي الكامروني هذا ترحق، هنا تخلص الليلة، تخلص فلوسك يا الكامروني. يانيك جوزيف نيانغ، يمشي هاريسون أفول، هاريسون أفول شكون عنده الكرة؟ وينك؟ وينك يا الترجي العاصمة؟ ترجع للراقد، اضرب يا الراقد، سدد واحدة من الراقد لركنية. الترجي الكبير هنا في استاد لوبومباتشي في مدينة كونغولية. كرة من حسين الراقد، باية من حسين الراقد 3 دقائق. ترجي يحاول يفاجئ، يحاول يباغت، يلعب هو بداية بالهجومات. الترجي بمن حضر يوسف لوغران صياد الأسود سيلعب في الشوط الثاني لاصطياد مازيمبي. لو تمشي معانا نتيجة في الشوط الأول ما نخرجوش خاسرين. ترجي بإذن الله يطمح حتى في الفوز لما يدخل يوسف، لأن هما سيندفعوا ونحن سنكتشف في الممرات. يمشي شمام، كرة خطيرة،
ترجع للتراجل التونسي، كرة ترجع من سامح الدربالي، سامح الدربالي كرة بعيدة للراقد، رد بالك الآن من رولانس، رد بالك من الروبلي الدفاعي الترجي، خطا على الراقد، خطا على الراقد، نومانديز ينبع عليه. من الكرة الراقد يسقط للرواق اليساري باش يغطي مع الشمام، يدخل في الرواق اليمين نكولو كوتا. فريق يلعب كرة نظيفة، عنده وسط ميدان قوي، هجوم نعترفوا به قوي برشا، لكن عنده دفاع، دفاع حصاله ممكن يقبل اهداف. ترجع كرة للترجي، هاريسون هافول يلزم يغطي على كاسوسولا، والكرة تمشي لهيشري، وليد الهيشري تريزور مبوتو، تريزور مبوتو غطي معاه، غطي معاه المساعد، اثنين يربحوا واحد، والكرة ترجع للترجي الرياضي. ما نبداوش ان كونترا مان تو مان، صعيب علينا شوية بالدفاع الحالي أمانة للترجي، يلزم دائما المساندة ودائما التغليف بلغة الكرة. والكرة ترجع من معز بن شريفية، معز بن شريفية، الترجي للمرة الخامسة في الكونغو تاريخيا عمل تعادل مع فريق سانتي لوالو بوبو في كينشاسا في استاد الشهداء، وخسر ثلاثة مرات ضد مازيمبي، بالفعل هي بمثابة العقدة هذا المازيمبي، 3-2 2001 2-1 مجموعات و 5-0 للنسيان في فاينل 2010. ترجع الكرة لوسط الدفاع، جوال كيمواكي، كيمواكي كولو كوتا، يمشي كولو كوتا لمازيمبي والتماس اوت للترجي الرياضي. تعرفوا كرة أكثر منا، ماناش نقيم لكم المباراة ونقول لكم أنه الربع ساعة 20 دقيقة الأولى يلزم السلامات باش يدخلوا الأولاد في الماتش. ستريس كبير، بريسيون أكبر، ومباراة حقيقة هي مباراة رجال. ترجع الكرة لفريق مازيمبي عن طريق جوال كيمواكي. فريق لعب نهائي كأس العالم الأندية بعد ما فاز على فريق باتشوكا ثم انترناشونال بورتو أليغري البرازيلي، قبل ما يخسر الفاينل بثلاثة من راتزوري انتر ميلانو. تمشي كرة جون كاسوسولا، جون كاسوسولا ولد النادي، والكرة ترجع خطيرة لمازيمبي، كرة سينغولوما، سينغولوما لكاندا، كاندا يوزع كرة، رد بال، رد بالك، برافو الشمام، برافو الشمام، هذه الكرات اللي تلدغنا بهم 2010. فيق شوية، فيق شوية يا الترجي، فيق شوية بالدفاع، عندهم الكرات العرضية هي نقطة القوة، يمشيوا في الأطراف ويسنتر على السماتة. السماتة اليوم بعد ما كان اللاعب كاسونغو في 2010، رد بالك 20 سنة اللاعب القادم من سيمبا التنزاني. كرة تمشي مرة أخرى، أول محاولة جريئة، أول فرصة خطيرة على دفاعات الترجي الرياضي. كرة ستعود من تماس لمازيمبي، هنا الكرة والشمام عمل المحال، هذه لو ضربها بالراس واحد بلاش مازيمبي. ركز يا الأولاد، ركز، لقاط تركيز. كرة ترجع مرة أخرى إلى الركنية الأولى لمازيمبي. من المباريات الصعبة جدا بالفعل في إفريقيا أن الفريق الضيف يعاني كثيرا على المستوى الدفاعي لقوة هجوم المنافس والاختيارات الهجومية المنافس. بالرأس خطيرة، فرصة كبيرة، ومن الطف الله، يا الطف الله، كرة كانت خطيرة، ترجع بالرأس، بدا يضغط مازيمبي، بدا يقوي الريتم مازيمبي. ترجع الكرة وسط الميدان عن طريق اللاعب رينفورد كالابا، كالابا ما ياخذوش علينا لاسوندون بسيكولوجيك، التفوق النفسي. يمشي مبوتو، مبوتو يخرج كرة، تمشي خطيرة عرضية وبالرأس، صعبة صعبة، يا الله يا مان على خطار. ترجع الكرة مرة أخرى لجون كاسسولا، هذه لعباتهم فيق شوية، اخرج الدفاع، كرة تخرج أخيرا، كرة تخرج أخيرا، 10 التالي لا يا الأولاد. ترجع الكرة مرة أخرى للاعب رقم 17 شيمون دي، بطل أفريقيا مع الزامبيا شيبولو بولو، كرة في التماس، تنفس، ارقد ارقد ارقد. ترجع الكرة للتماس للترجي الرياضي، صعبة جدا. حبش نحكي انا اجواء التحكيم و2010 مباريات كل يقاو ظروفه، لكن كونوا فير بلاي، الفريق هذا يكور مليح، الفريق هذا غول، فريق كرة، فريق ممتاز، عندهم لعبية فرديات من اعلى الطراز، لا رئيس ولا غير رئيس، فريق قوي جدا من الناحية الفنية. يلا وريني قوتي، يمشي الكامروني، الكامروني يحط كرة في منتصف الميدان عن طريق المخضرم التراوي، تراوي هاري الصنافول، شد الكرة على اليمين، يدخل دربالي، دربالي وحدة، دربالي 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 يهرب، كرة اليانيك، التسديدة من الكامروني، والترجي يقول أنا موجود، يا ربي هدف هنا في استاد العواضي، العواضي يمشي المولي، المولي يقدم، أرجع ابني الكرة مع الراقد، هدي الترجي، يمشي الترجي، مباراة أهداف، الاثنين قادرين يسجلوا، وإن شاء الله نحلل نسجلوا، تمشي كرة خطيرة، احنا عنا لاسيست يا خالد يا مولي. ترجع الكرة كونغولية، 8 دقائق لعب، ريتم وكرة كبيرة برشا، الشامبيونز ليج هذا فينال الحقيقة من أعلى الطراز، يشرف الكرة الإفريقية ككرة، يمشي لزرم بوتو، ما توخرلوش، قدم بن منصور وكرة ترجع،
كرة ترجع للترجي أو لمازيمبي بهذه الكرة الأخيرة. شوف وخرهم الأربعة الخمسة التالي كلهم خايفين كلهم موخرين، والكرة تلمس في دين بن منصور على لمسة يد واضحة على الترجي الرياضي لفريق مازيمبي. مهم جدا في هذا اللقاء من الناحية النفسية للترجي، تعرف التوانسة يعني المورال يفرق برشا لو يسجل الترجي هو الهدف الأول نشيخه على مازيمبي، لكن لا قدر الله في العكس ستكون معاناة الليلة في لومبومباتشي. لابد أن نفكر في مباراة اليوم، لابد أن نفكر. دقيقة العاشرة، عند الدقيقة العاشرة يتقدم ستار رقم 8 تريزور مبوتو 41 هدف في كأس أفريقيا، حتى من ريكورد الموسم هذا متاع بيبو الخطيب 37 هدف نجم النادي الأهلي. كرة من تريزور مبوتو الكابتن 27 سنة على فكرة ولد النادي، متكون في فريق مازيمبي. يمشي تريزور مبوتو يسدد الحارس المعز بن شريفية. سامحوني اليوم مع ستريس مع ممكن التعليق نوتركم معاي، لكن انتم متوترين بطبيعتكم، انتم على الاقل عندكم ما تتكلموا وتفردوا تنفسوا بملاحظة على اليمين بصيحة على اليسار، ولكن دوري كمعلق اليوم أنا أتابع لحظة بلحظة وأكون ملتزم مع وضعيات الماتش. هذا لاعب ستوفيلا سونزو، لاعب كبير خذوه من شاتورو كان يلعب في فرنسا جابوه، افهم معناه فريق مازيمبي يتوفر على إمكانيات مادية كبيرة، وهذا الفريق الحقيقة اللي باش يقلق الأندية العربية في الخمسة ستة سنين القادمة في الشامبيونز ليج. كل عام باش تلقى مازيمبي هو الأدفيرسير رقم واحد للعرب. والكرة ترجع كاندا، كاندا والدفاع مجدي تراوي، مجدي تراوي هاريسون أفول، ممتاز الهاريسون، كرة للترجي الرياضي. كرة ستعود للترجي الرياضي التونسي. 11 دقيقة لعب في الشوط الأول. النتيجة هنا بيضاء في استاد لومبومباتشي، الملعب المسمى كامالاندو. 0 مازيمبي 0 الترجي. كرة ستعود لسامح الدربالي. سامح الدربالي يحط كرة جوزيف يانيك نيانغ. يانيك نيانغ اليوم مباراة الكاميروني وكرة خطأ للترجي الرياضي. فاول للترجي الرياضي التونسي. هل يشهر الصيدلي ومهمته أو خدمته فارماسيان للسيد نومان دياز صيدلي. إن شاء الله الترجي يلقى الدواء اليوم في استاد لومبومباتشي. المباراة بين فريقين يتشابهوا تقريب وسط الميدان، هو الهجوم قويين والدفاع نقطة الضعف في كل فريق. هنا ممكن ورقة صفر، على كل حال مناش نلتصقوا برشا بالقرارات. نومان دياز مع اليوم الكاميروني أحسن حكام أفريقيا، وبالتالي المباراة 10 على 10. حتى الترجي اللي جاء من يوم الجمعة في طائرة خاصة إلى لومبومباتشي استمتع باستقبال مهم جدا. الترجي حضر هذه المباراة بشكل جيد بالموفد اللي بعثه الترجي إدارة الفريق من يوم الاثنين السيد خميس الدريدي، حضر كل شيء هناك، ثم الطائرة الخاصة، ثم الفندق خمسة نجوم. ولا الحقيقة الكرة في ثقيل ملاعبية الآن، عندك ولا ما عندكش بلغة الكرة. يعني حمدي المد برياض بن نور وفروا كل شيء للإمكانيات، الجماهير اللي أنا معاهم بالملايين بالقلوب بالعقول. خلاص الآن هذا ماتش رجال الليلة في لومبومباتشي، رغم أنه في الأخر استدرك وأقول في الأخير هي كرة 450 غرام. ترجع الكرة لفريق مازيمبي. جون كاسوسولا، جون كاسوسولا خطيرة وكرة في التسلل. شنو هذا؟ شنو هذا الغصرات من كرة لكرة؟ كل 20 ثانية زادمين فريق مازيمبي العنيد، ويلزم ما غير دفاع الخط ما غير تسلل يا اخي، ما غير تسلل. غلطه من مساعد مشينا هنا، الكره الاوفسايد موجود، الاوفسايد موجود، تسلل على فريق مازيمبي. دربالي لازم يفيق شويه، والكره ترجع سامح الدربالي. سامح الدربالي الراقد، حسين الراقد لازم يشدوا الكره. ترجع الكره عن طريق هاريسون أفول، هاريسون أفول حسوا في فورم الفلفول الغاني، والكره ترجع. مهم جدا لانه اللقاءات الاخيره الحقيقه هاريسون كان خارج الموضوع، كان جاهز لا بدنيا ولا فنيا. اليوم نحسوا البدايه جيده، والكره ترجع على خطأ لمازيمبي. خطورتهم خاصه في الاجناب وفي الكرات هذه العرضيه، كرات العرضيه هذه تخوف برشا لمازيمبي. سجلوا منها ثلاثه اهداف في الخماسيه نتاع اكتوبر 2010. حذاري حذاري، وهي الكره الاختيره نتاعهم الاولى كانت بكره من هذه النوعيه. ترجع الكره لمازيمبي، ترجع كرة من الترجي عن طريق يانيك نيانغ، ما يسددش، يمشي اللاعب كلبا، حاط الكرة في الرواق عن طريق اللاعب كاندا، كاندا يسدد كرة بعيدة، كرة بعيدة كاندا،
إذا سيطروا على وسط الميدان أم المعارك ونغلقوا المناطق الخلفية. أبو المعارك الترجي الرياضي سيكسب معركة الكونغو. كرة ستعود للترجي الرياضي التونسي في هذا التوقيت 14 دقيقة لعب عن زمن الشوط الأول. هنا استاد كاملوندو، الترجي 0 مازيمبي 0. كرة تمشي للترجي الرياضي التونسي عن طريق الراقد حسين الراقد، كرة ترجع للراقد في التغطية، ممتاز الباس تمشي عن طريق يانيك نيانغ، يانيك نيانغ الكامروني. كرة الثانية رد بالك من رولانس، رد بالك دوزيام بال ياخذها الفريق الكونغولي عن طريق كيمواكي، جويل كيمواكي تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق نكولو كوتا. يلعب إريك اللاعب المنتدب من فريق موتيما بيمبي أولاد العاصمة كينشاسا، عمره 30 سنة لعب الخبرة، لعب دولي أيضا في منتخب الليوبار الفهود الكونغولية. ترجع الكرة بالرأس من غير خطأ، التماس لمازيمبي، التماس لمازيمبي عن طريق جون كاسوسولا، كاسوسولا من غير خطأ والتماس هذه المرة للترجي الرياضي. باية من سامح الدربالي، كرة ترجع من الدربالي. مباريات 2010 عانينا الأمرين من خلال الأطراف في وجود الجناح النفاثة وقت كابونكو، والكرة ترجع عن طريق سامح الدربالي. دربالي كرة وسط الميدان، ترجع الكرة عن طريق اللاعب إيموندي، إيموندي تحط الكرة كونغولية في وسط الملعب عن طريق اللاعب إريك كولوكوتا. مراوغة ممتازة يهرب على التراوي، يطلب الواحدة اثنين، رد بالك من بوتو، اضغط يا الراقد، ترجع الكرة مرة أخرى، برافو البريسنج، ضغط من الراقد، كرة تمشي على الأطراف، كرة في اليمين، كرة لفريق الكونغولي، التوزيعة والسهلة البن شريفية. إن شاء الله الأولاد ياخذوا الثقة في إمكانياتهم، بالإمكان أن نسجلوا اليوم. بالإمكان أن نسجلوا هنا ونماركيو لأنه بكل المعطيات اللعبة باش تلعب على ماتشين، ماتش رادس سيكون فاصل في رأيي. لذلك الترجي يلزم يسهل ماتش رادس بعد اسبوعين بهدف الليله في استاد المازيمبي. ثامن مره مازيمبي يلعب النصف النهائي في كاس ابطال افريقيا للسيها في سجله اربع مرات شامبيونز ليج، لكن مره ايضا كاس الكؤوس عام 80 على افريكا سبور. كره ترجع مره اخرى للفريق الكونغولي، مازيمبي كره طويله ترجع من بالمنصور، والكره في الهاوت الى التماس للكونغوليين. كرة ستعود لمصلحة الكونغو، نلعب قراب للحدود مع زامبيا في مقاطعة كاتانغا تسمى مدينة النحاس، هي كانت كما قلت إليزابيث في، لكن من عام 66 تسمت لوبومباتشي نسبة لتواجد نهر في هذه المدينة اسمه لوبومباتشي. ترجع الكرة مرة أخرى كونغولية، كرة مازيمبية تمشي الكرة واحدة اثنين الباسات ثم التوزيع وجون كاسوسولا أوت. جون كاسوسولا إن شاء الله يكثر منهم كاسوسولا الليلة، والكرة ترجع للترجي الرياضي التونسي 17 دقيقة. أنا ما نعرفش معناها بيناتنا بديت نتنفس شوية لأنه البداية كانت صعبة، ترجي تحس وتخلف في الماتش إن شاء الله، وإن شاء الله القادم أفضل لأنه الكرة أجوال، الكرة في الخواتيم، والكرة يعني أهداف. يمشي بن شريفية، بن شريفية كرة بالراس، عندنا فترة ما وصلناش لمرماهم. على فكرة الترجي عنده يبيض يربح يا 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 يخسر أسود. آخر تعادل للترجي التونسي كان 20 ماي في ماتش بني خلاد، من خمسة شهور الترجي لا يتعادل. في 18 مباراة الأخيرة الترجي ربح 13 لقاء وخسر خمسة ماتشات. الترجي لا يتعادل. هاكا نلمح إن شاء الله لما لا تعادل اليوم. تعادل اليوم يكون في طعم الانتصار يا ربي. ترجع الكرة عن طريق اللاعب إيموندي، إيموندي أحد رباعي زامبيا في تشكيلة مازيمبي. ترجع الكرة تريزور، تريزور بوتو، يمشي تريزور مع وليد العشري المهاري الفنان تريزور الكينج هنا في الكونغو. ترجع الكرة مرة أخرى لتريزور بوتو، ورم بوتو يوزع كرة خطيرة والكرة الصعبة ترجع من الدفاع، تغطية ممتازة لكن أعطيها له السماتة، سماتة بوتو صار تسلل، تسلل مرة من الطف الله. يلزم الفريق الكونغولي ما يخوش ثقة في إمكانياته، هو عنده إمكانيات ما يخوش ثقة ويخو علينا الأدفانتج. شو العوادي؟ عمل التاكلينج مشات الكرة الكندا اللي سجل هدف في مرمى بن شريفية في لقاء إياب الفاينل 2010 في ماتش وفاة 1-1.
19 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازيمبي 0 الترجي 0. تاريخيا مازيمبي في 40 مباراة في دوري أبطال أفريقيا في ملعبه فاز 33 ماتش، تعادل في 6 وخسر ماتش. الماتش الوحيد اللي خسره كان 18 من أكتوبر 2009 ضد الهلال السوداني 2-0، كان بعد ما فاز مازيمبي في الخرطوم 5-2، يعني كانوا فما صار نقول رولاشمون. ترجع الكرة للترجي الرياضي، وين المتابعة يخرج كديابة، حط هنا كديابة، لو تحطها كديابة سايب الكرة في هذا المكان روبر كديابة. يرجع شقيف، الكرة الكونغولية والإفريقية، هنا التوزيع، هنا التوزيع هجومي للترجي طبعا في غياب يوسف، مش يكون بنفس الخطورة أكيد، ولكن لحد الآن الترجي يعني يناوش يناكش، ولكن نحبوه يضرب في المليان ما يناوشش، مناوشات في بعض الأوقات ما تجيب شيء، يلزم يكون هدف. ترجع الكرة المازيمبي، 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، هي مازالت العشرين لكن أنا استعجل وصول العشرين. جون كاساسولا يمشي، جون كاساسولا رد بينا من الكرة العرضية، ترجع بالرأس إلى ركنية، إلى ضربة زاوية، نعم كورنا، الركنية رقم 2 لمازيمبي، الركنية رقم 2 لمازيمبي، الركنية الثانية هذه الكرات الثابتة. شوف جون كاساسولا لقى الوقت والسنتر دي، وينو نلعبوا بخمسة في الوسط، وينو اللي يضغط، وينو اللي بريسي في وسط الميدان، تفرج فيه حد كرة بلانسيها بتاع 40 متر ويتفرج. ترجع كرة لمازيمبي في منتصف الشوط الأول، كرة خطيرة تمشي عن طريق الفريق الكونغولي، باهي الراقد، باهي الراقد على القائم الأول، ترجي الرياضي عن طريق التراوي، مجدي التراوي، كرة التماس للترجي الرياضي، كرة في التماس للترجي الرياضي، آخر ملمسة نكولو كوتا إيريك. 21 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة ما زالت متعادلة بيضاء 0-0 هنا في ستاد كاماندو في مدينة لوبومباتشي في إطار النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، نسخة جديدة من الشامبيونز ليج. إصابة شالة خفيفة لوليد الهيشري، يتنفس شوية فريق الترجي الرياضي، يحكيوا الملعبية أكثر مع بعضهم. توصل تعليمات المدرب معلول في مباراة طواقم أفريقية عربية، الترجي يدير نبيل معلول التونسي، هو فريق مازيمبي أيضا بعد ما تخلى الرئيس متاعهم كاتومبي على جارزيتو، جارزيتو اللي كان خسر 3-0 في رادس ضد الترجي، 2 الرام وواحد الهيشري، كان وقت تخلى عليه أقال وجاب لامين دياي المدرب السنغالي للتيرانجا الأسود عام 2008. يمشي هاريسون أفول، هاريسون أفول، وينو نيانج، وينو نيانج، هاريسون، هاريسون، كرة بعيدة، نيانج بعيد، دور دفاعي الآن، شي شوية القدام يا نيانج. ترجع الكرة مرة أخرى لروبرت كديابا، الترجي بإمكانه التسجيل صراحة، الترجي بإمكانه التسجيل الليلة في الكونغو، سهل برشا الأمور، إذا ما يكونش عندنا الهاجس الدفاعي للنتيجة وعدم قبول هدف فقط، بإمكان التهديف. ترجع الكرة لل 16 ستوفيرا سونزو، سونزو يلعب الكرة نكولو كوتا، كولو كوتا تمشي الكرة جوال كيمواكي، جوال يوزع كرة مرة أخرى، ترجع للدربالي، المتابعة للترجي الرياضي بهدوء بهدوء، والكرة ترجع لمن؟ ليانيك، يانيك نيانج، يدخل الكامروني لكن الدفاع وسط الميدان يقطع الكرة، كرة أقوى من الفريق الكونغولي الصماتة والدفاع، تاكلينج ممتاز، تاكلينج في كرة من سامح الدربالي. مجدي التراوي يميل مع السماتة على اليمين، راقد شفناه في اليسار يعاون شمام، شوف مرة أخرى الكروسات هذه يا ولدي، انتبه، هذه خطورتهم راهي، هذه لعبتهم، عندهم شهادة ما يسطوش بإذن الله. ترجع الكرة مرة أخرى كونغولية، كرة كونغولية، رد بالك، رد بالك، التوزيع والكرة على القائمة الثانية أوت، الكرة على القائمة الثانية أوت، صعوبة أخرى على دفاعات الترجي الرياضي. النتيجة بيضاء بانتصاف التايم في الشوط الأول، الترجي لحد الآن يسير المباراة بصفة جيدة جدا، إن شاء الله إذا يبقى سكور متعادل في الشوط الأول متأكد الترجي باش يكون أحسن في الشوط الثاني، لأنه تحب ولا تكره اللاعب راه في الأخير بشر وإنسان، يعني اللي شاركوا في مباراة الخمسة الشهيرة في كل لحظة يخافوا، في كل لحظة يرجع لك الفلاش متاع أكتوبر 2010، خمسة ستة شاركوا في ذاك النهائي، وبالتالي أنا نتصور الترجي يحتاج للثقة في الدقائق القادمة، كل ما يمشي الوقت الترجي باش يدخل أكثر في اللعبة ويكون أفضل إن شاء الله.
ترجع الكرة نكولو كوتا، نكولو كوتا ترجع الكرة كونغولية. نلعب بعامل الطقس في 32 درجة حاليا في استاد كامالوندو. يمشي كرة من جون كاساسولا، هو كرة لمن؟ الحكم يتدخل هنا، إصابة، تتوتر نسبيا الأجواء. أوه يا دربالي يا دربالي، عاد مش معقول في بعض الأوقات زاد أخويا ملاعبيتنا زاد في تصرف غير مقبول وغير معقول، وبعد تقول لي الأربيت هاي ورقة صفر، إن شاء الله ورقة صفر، ورقة صفر السامح الدربالي، مش معقول. نبوا على التركيز والهدوء وعدم الوقوع في الاستفزازات والفخ يا اخويا، اذا انت خفيف معنويا يعمل لك محاوله ويستفزك انت تقع في الفخ. سامحني عاد، لاعب في الترجي التونسي يلزم عنده الخبره والتجربه وعنده الصنعه انه حتى كي يضربوه يسكت ويخلي الحكم يقرر، يضربوا في حجره ملابس كي يحب. كره ترجع لمازيمبي، ها يا سامح، سامح ارجع يا دربالي، ركز يا دربالي ورد بالك. طب باش نلعبوا على الخوف على الدربالي من الورقه الصفراء هذه، طب باش يبروفوكيوه بالكوره انه باش يمشيوا له ديما، وتسديده واو باش يمشيوا له ديما. الان سامح الدربالي باش يحاولوا يخرجوا ورقه حمراء زايده وغير مقبوله. 25 دقيقه لعب في الشوط الاول، هذيك هي الكوره نقبلوها بحلوها ومرها. الان هذه نقطة سلبية، نمشي النقاط الايجابيه. العب يا المعز، كوره من بن شريفيه، 25 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازيمبي صفر الترجي الرياضي صفر. كرة تمشي لفريق المازيمبي، خطأ الآن، الترجي في شكل دفاعي مطلق في هذا الشوط الأول، هل سنصمت؟ الحقيقة هذه الخطة ممكن إذا نحتلنا أنيابنا الهجومية فإنها أيضا منعتنا دفاعيا، لازم تاخذ الكاس من وجهين، شوف الكاس بشطريه. مازيمبي لحد الآن مسوا الخشب مش قاعد يوصل لبن شريفية. هاي يانيك نيانك مليار وميتين، واحدة وامشي لسيون ولا امشي حتى اليونج بويس. ترجع الكرة مرة أخرى لي يانيك مازلت نستنى يانيك نيانك يمشي الترجي عن طريق المولي كرة للترجي الرياضي. مجدي التراوي صعيبة بالطبيعة، مجدي التراوي تماس باهي، مجدي التراوي وأوت للترجي الرياضي التونسي. كرة ستتهيأ للترجي الرياضي، التماس 26 دقيقة، يمشي سامح الدربالي لتنفيذ الاوت، يجري يا سامح حتى نبيل كلمة، حتى نبيل كلمة واضح البنك، العب بعدنا على المشاكل. كرة ترجع للترجي الرياضي، يا بابا بون تولان، يمشي يانيك نيانك، كرة ترجع للفريق الكونغولي، كرة الفريق الكونغو عن طريق اللاعب رين فورد كلابا، كرة في وسط الملعب طويلة، أفضلية لدفاع للترجي الرياضي عن طريق بن منصور، بن منصور يلعب كرة طويلة في تماس من جهة الباك رايت إريك نكولو كوتا، كرة تتهيأ لإريك نكولو كوتا أحد الثالوث المستقدم لمازيمبي من نادي العاصمة لوموتيما بيمبي. كولو كوتا من بيمبي، ديو كاندا رقم 6 من موتيما أيضا، وأيضا عندهم لاعب ثالث في الاحتياط من البيمبي. كرة بحوزة الحارس معز بن شريفية، 27 دقيقة لعب في الشوط الأول، نتيجة 0-0. في الأخير مازيمبي ليس الماشين دو غير، كرة جيل الثالث على فكرة، لذلك تحسوا التيران كيفاش تطلع، لأنه الجيل الثالث عشب اصطناعي الملعب بالطبيعة اللي تشجع عليه الفيفا، توا الاتجاه في العالم الكل ماشين العشب الاصطناعي هذا، الملاعب تروازيام جينيراسيون. والكرة ترجع مرة أخرى لفريق مازيمبي عن طريق جويل كيموكي اللي ممكن يكون في فريق لونس الفرنسي. وكرة ترجع على خطأ للترجي لحد الآن 10-10. إذا نومانديز تحكيم جيد جدا في البطولة الإفريقية منذ أن أشرف طارق بوشماوي على لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي. 28 دقيقة لعب في الشوط الأول، يمشي التايم، يمشي جو يا الترجي جو، والكرة تمشي مرة أخرى لفريق الترجي العواضي، العواضي هاري صنافول، ترجي ياخذ الكرة، يمشي السامح الدربالي حتى هما خايفين، والكرة ترجع ليافول، هافول ليانيك، يانيك هافول، هاري صنافول، وكرة تخرج سهلة ضربة مرمى لروبر كيديابا. كرة ستعود لروبر كيديابا، كرة من اوت ضربة مرمى للحارس الدولي روبر كيديابا 36 سنة، أو ركنية للترجي الرياضي. ركنية للترجي الرياضي،
ولا واحد في المباراة هذه ستريس يضحك على ركنية، فرحان بركنية، يلا هات الركنية وين الراسية، فرحة ترجية وأمنية تونسية هنا في استاد لوبومباتشي في استاد الكاماروندو. واحدة من أيام الزمن الجميل يا شمام، الكرة الثابتة، شمام يلعب كورة بالرأس، هيا يقوي الكورة، شكون ضربها؟ واحد من السمر الأسمراني، يانيك، خسارة يانيك، خسارة في دقيقة 29 يانيانك، والكرة ترجع، رد بالك نقولوا كوتا، رد بالك وفما مساحات، والكرة ترجع من اليسار عن طريق السماتة التنزاني، علي السماتة، واحدة اثنين، دربالي ما تحلوش، برافو سامح، برافو دربالي، وقف كورتك بعدها، دربالي، اضرب فيه يا دربالي، لا تماس للترجي، اوكي، تماس للترجي لكن مش مشكلة، هنا الكرة تضرب في المليان يا أخي، أو العواضي، العواضي، كريم العواضي، كرة ترجع للترجي الرياضي. لحد الآن 10-10، معرفش يوسف الزواوي وبنشيخة شرايهم، والفنيين اللي تفرجوا في تونس في الوطن العربي الكبير شرايهم، لكن لحد الآن الترجي مشي القمة بشكل جيد. معركة شطرنجية فيها حسابات، فيها شوط أول شوط ثاني، فترة فراغ يلزم إن شاء الله نعديهم، فترة قوة يلزم نستثمروها. تمشي كرة من جوال كيمواكي، كيمواكي وترجع من وليد العيشري أوفسايد، تسلل، تسلل، وقع 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 في الفخ. أرجع الترجي الرياضي التونسي نصف ساعة، 30 دقيقة لعب في الشوط الأول. نتكلم عن عراقة وتاريخ في أبطال أفريقيا للترجيين، أبطال 2011 وصيف البطل 99 2000 2010 والمربع الذهبي 2001 2003 2004. تمشي كرة لفريق مازيمبي من تماس. كرة لفريق لو تو بويسون القوي مازيمبي، فريق اللي كان يتسمى في السبعينات إنجلبرت. كرة ترجع مرة أخرى لفريق مازيمبي. يعني كنيانج على فكرة ما سجلش من ثلاثة مباريات على المستوى القاري، وقيت يمساكني أيضا ما ماركاش من الماتش الأول ضد سانشاين في نيجيريا. كرة ترجع لفريق مازيمبي، كرة المازيمبي 31 دقيقة، تمشي كرة عن طريق 17 إيموندي مابي إمبوتو، وكرة تمشي ممتازة لكاندا، كاندا مرة أخرى عاون فول، يضغط يا الهاريسون، كرة ترجع لكاساسولا، كاساسولا هذا ينافذ على العالم من خلال الملعب على اليمين واليسار عاملين لي نوافذ. كرة ترجع للترجي هذا التونسي تكتيكيا، تكتيكيا لحد الآن معلول ياخذ النقطة الإيجابية بعد 31 دقيقة الاختيارات، لأنه برشا كلام برشا نقاش، تعرف في تونس 11 مليون كابيلو عنه، 11 مليون مورينو، يلزم المساكن، يلزم كذا، كل واحد واعتباراته، كل واحد وعنده تشكيلته، لكن ديما نقول أن الترجي بمن حضر، يرجع يلعب الترجي بالهمامي والواعر وطارق وتميم ومعلول وجلاسي ولا صالح ناجي ولا العروسي حارس مرمى الله يرحمه، الترجي يلزم بمن حضر. ترجع الكرة، دعوة هنا ممكن الجماهير في الأندية، أنتم تحبوا الكولور الألوان ما تحبوش الأسماء، يعني الكليك متاع فلان والمجموعة متاع علان، أنتم تحبوا الألوان الرمز الفريق، ترجي إفريقي نجم صفاقسي بنزرتي بقلاوة وغيره. والكرة ترجع مرة أخرى خير عن طريق المولي يمشي على اليسار، اليسار الشمام يحط اللاعب يانيك نيانج ما خديت حتى واحدة معاه، يانيك خطأ هنا، ورقة صفرة في رأي، ورقة صفرة ممكن، وكرة ترجع لخطأ في وسط الميدان لكريم العواضي. مازيمبي الترجي 0-0 في دقيقة 33 عن زمن الشوط الأول، ترجي 5 انتصارات وهزيمة في دوري أبطال أفريقيا، هو مازيمبي تأهل بثلاثة فوز تعادل وهزيمتين. يمشي بالكرة دربالي، هيا دربالي ترجع الكرة مرة أخرى، ترجع الكرة مرة أخرى لمازيمبي، مازيمبي وجهة اليمين فارغ، غطي أنت بوتو، الحمد لله الكنترول كان سيء، الحمد لله أن الترويض كان سيء لفريق مازيمبي عن طريق تريزور بوتو. كرة ترجع ضربة مرمى لفريق الترجي الرياضي التونسي، هذه الكرة من تريزور بوتو، سامح الدربالي كان في الحالة الهجومية، لعبوا هما كروس لونغ، طولوا الكرة، لولا سوء الترويض من لاعب الكونغولي النجم بوتو كانت تخوف برشا. 33 دقيقة لعب في الشوط الأول،
33 دقيقة لعب في الشوط الأول. النتيجة هنا بيضاء، دائما التعادل يسود في استاد لوبومباتشي في استاد الكاملوندو. في نتيجة بيضاء تتهيأ مرة أخرى لفريق مازيمبي. ترجع عن طريق الراقد حسين الراقد في وسط الميدان. يانيك جوزيف نيانك، يانيك دي اليوم راه وحشتنا بيك يانيك. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكامروني. جوال جوال كيمواكي، جوال كيمواكي يمشي كولو كوتا، كولو كوتا كرة في التماس، لا كرة تتلعب بين اثنين خطيرة جدا. حذاري من الهجمة للفريق الكونغولي. المراوغة ويرجع في التغطية، ممتاز المولي، يرجع المولي بعد ما تعدى السماتة. السماتة يتعدى بالراقد لك المولي في الكوفرتور. ترجع الكرة أخرى من جديد للفريق الكونغولي، كرة كونغولية، كرة ترجع عن طريق جون كاساسولا. كاساسولا تمشي بالكرة، كاندا، كاندا في وسط الميدان، يرجع كاندا، كرة عن طريق الوسط للفريق الكونغولي عن طريق اللاعب سونزو. سونزو كرة في النصف، دائما كونغولية خطيرة جدا، لكن هاريسون أفول يغطي مليح، ممتازة من هاريسون. ترجع كرة مجدي التراوي، وين القدام ولا الخلف يا مجدي؟ كرة القدام عايش خويا. كرة ترجع مرة أخرى للفريق الترجي الرياضي، ولا ما عندهم شيء، ولا قالت زيري ما عندهم والو، يعني في حضور بن شيخة الوالو نتاع الأشقاء. والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق اللاعب كولو كوتا. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان للفريق الكونغولي. ترجع مرة أخرى كونغولية وسط الملعب عن طريق إيموندي. إيموندي جون كاساسولا، كاساسولا ترجع الكرة في وسط الملعب لتماس. لا تكتيكيا عملنا لهم برشا مشاكل، ما لقاوش لعبهم، ما لقاوش وصول الحارس بن شريفية. 35 دقيقة لعب في الشوط الأول. رينفورد كلابا، كلابا ترجع الكرة لفريق مازيمبي. توا السؤال المطروح الآن في هذه الدقيقة على الأقل نحكيه، ولا خلينا نحكيه وفي لما يزفر الحكم أحسن. ترجع كرة هيش اللي في الاخر، وليد الهيش، وليد، وليد هيا ما تعمليش فيها كولوفات، يلعب الكرة. ترجع الكرة مرة أخرى لمازيمبي. 36 دقيقة لعب في الشوط الأول، يمشي اللاعب إريك نكولو كوتا. إريك، إريك نكولو كوتا 36 في الشوط الأول. أصفار هنا في استاد المازيمبي عن طريق العشرة سينجولوما، يمشي سينجولوما جيفن لاعب زامبيا هنا في مازيمبي. تلعب الكرة جون كاساسولا، كاساسولا بدا يفكر في التغيير، المدرب نتاعهم دياي، وكرة خطيرة واحدة اثنين، والدربالي يا معلم سامح الدربالي متفطن في التغطية هذه المرة. كرة في الأوت، كرة في التماس لفريق مازيمبي. يلا الأولاد أقل من 10 دقائق لنهاية الشوط. كرة من التماس لفريق مازيمبي، تريزور ما بين بوتو، بوتو تحط الكرة مرة أخرى، كرة كونغولية. الدربالي كيشوت، ترجع الكرة مرة أخرى واللعب والدفاع. الدربالي يركزوا على الرواق اليمين، يركزوا على الرواق اليمين، والكرة ترجع عن طريق اللاعب جوال كيمواكي. جوال، جوال كيمواكي، كرة تمشي أوفسايد، تسلل هيجاهوني، تسلل للترجي الرياضي التونسي. 37 دقيقة لعب. أنا ما ننظرش اللي فات، أنا ننظر اللي جاي. ترجي شنو باش يعمل وش يلزم يعمل في القادم؟ ثم سؤالي، هل لو نحافظ إن شاء الله على النتيجة الإيجابية في الشوط الأول، كيفاش باش يكون فكر معلول؟ يدخل يوسف في البداية ولا لا؟ لما تمشي اللعبة القدام شوية في الشوط الثاني، ويلعب وقت على المرتدات وعلى السرعة متاع يوسف. لأنه هو قال باش ندخله من بداية الشوط الثاني، لكن إذا الأمور ماشية تكتيكياً يقولوا في الكورة علاش التغيير؟ يمشي ياني كنيانج، ياني كنيانج تحب ولا تكره الترجي يحب اليوم ما يقبلش، مش جاي بالضرورة باش يسجل. على الأقل الهاجس متاع بورسنتاج 80% الهاجس هو دفاعي. ترجع الكرة للترجي عن طريق الغاني، أفول يمشي هاريسون، هاريسون أفول، هاريسون أفول واحدة اثنين، تمشي كرة مجدي التراوي، عدي الكرة يا الترجي، امشي الكرة صدت، وينك يا الكامروني وينك؟ وينك يا الكامروني وينك؟ وين تهت وين ضعت؟ وين ضيعت الطريق؟ أخطر كرة يا أولاد تونس، أخطر كرة لنسور الخضراء، أبرز كرة من كريم العواضي يا رب كرمنا. روبرك دياب علاش ما تدخلش؟ علاش ما تدخلش؟ علاش ما تعملش مزيتك وتدخل يا كرة العواضي؟ 1-0 يضيع على كريم العواضي للترجي الرياضي التونسي. أخطر فرصة للترجي الرياضي. الآن مشكل كبير في رأس ومخ معلول. ليكيب ماشية الحمد لله، ليكيب ماشية،
وحتى بالطريقة هذه صدقوني نجم نسجل. 38 دقيقة و33 ثانية، صفر مازيمبي واحد الترجي. وين تلقانا؟ حط الكرة، مانيش نعلق على الكرة إلا وهي في طريقها، كرة تمشي في الطريق. اضرب يا الهيشري، حط الكرة، حط الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي. وليد صنفوت بالراس، الكرة أخذها مازيمبي. رد بالك عاد، رد بالك، رد بالك. 10 في المنطقة الهجومية ترجع في التغطية من خالد المولهي. باهي الترجي الرياضي لحد الآن، ممتاز الترجي الرياضي في هذا الشوط الأول. خالد المولهي، خالد المولهي، تمشي كرة للترجي الرياضي التونسي، تمشي كرة للكامروني. الحكام يقول خطا على جوزيف يانيك نيانك، اللاعب القادم من شبيبة بجاية، 22 سنة فقط يانيك. هذه المحاولة باهي بالعاد، فما فماش فوت، ما عرفش الحكم كان قريب. على كل حال كرة ترجع للفريق الكونغولي، كرة للمازيمبي في 40 دقيقة لعب عن الشوط الأول. النتيجة بيضاء 0-0. الأجواء تتحمس الآن في استاد الكاملوندو، هما يحفزوا أولادهم وإحنا نتحمسوا مع رجالنا وأولادنا. والكرة ترجع لمبوتو، رد بالك تريزور، ما فما شيء. لا الحكم يرجع لخطأ، فما فاول في مكان صعب جدا على الترجي الرياضي التونسي، فاول صعب جدا على الترجي الرياضي التونسي. هذا تريزور مبوتو الخطأ كان من العواضي، كان معاك وقدامه الهيشري ما تخافش. على كل حال متفرج فارس والمعلق، والله المعلق مش فارس ايضا، والمتفرج ايضا ليس فارس لانه على اصابه مع كل كوره. والكره القادمه في الدقيقه 41، بلغه العدل عليك ان لا تمر يا كوره الووابا، يا كوره الجابولاني، لانه الترجي قدم شوط اول جيد وجيد جدا. كوره من فريق مازيمبي عن طريق الاربعه اريك نكولو كوتا. ورد بالك، شفته في اليوتيوب ماتش مازيمبي فيتا كينشاسا، ماركة واحدة مثل هذه كوفرون، إذا هو اللي بشيشوت رقم أربعة، رقم أربعة اللي بشيشوت إيريك نكولو كوتا. يا ربي تستر. كرة لمازيمبي والتسديدة يا ستار، قلت لك حط واحدة ضد فيتا، لكن الحمد لله الحمد لله نوسترا فيتا تتواصل، لنوسترا هيستوريا في تواصل، التاريخ يواصل في 0-0 هنا في استاد لوبومباتشي. اختيره برشا، اختيره برشا ضد فيتا 2-2، هو الماتش الوحيد اللي ما ربحوش مازيمبي في الدوري الكونغولي. عندهم فيتا 12 مره بطل الدوري، 12 مره الموتي مابيمبي ايضا من العاصمه، و11 لقب لمازيمبي. مازيمبي اللي حاليا يحتل المركز الثاني، لكن عنده مباراه مؤجله وتقريب في نفس البوزيشن نتاع فيتا كلوب كينشاسا. ترجع الكرة إريك نكولو توكا، جويل كيمواكي، 41 دقيقة 30 ثانية، تمشي كرة ملعوبة طويلة لمن؟ ترجع ممتاز هاريسون أفول، ممتاز هاريسون، ممتاز أفول. ترجع الكرة للفريق الكونغولي وسط الملعب عن طريق اللعب ستوفيرا سونزو ثم إيموندي، يلعب الجويل كيمواكي، جويل، كرة من جويل، يحط الكرة للزامبي هيموندي أو إيموندي، هيموندي تمشي الكرة لجون كاساسولا، كاساسولا ترجع الكرة لتريزور مبوتو، كرة للفريق الكونغولي عن طريق اليمين نكولو توكا، كولو أو نكولو كوتا يوزع كرة، ترجم الدفاع دربالي هاريسون أفول، حط الكرة هاريسون واحد يسند، برافو التراوي، كرة للتراوي وين؟ ترجع للترجي، يلعب على بظهر اللاعب الكامروني، يدخل الغاني يعطيه ورقة صفراء يا ديزيري. نومان دياز ممتاز، ممتاز، ورقة ورقة صفراء على كاساسولا، جون كاساسولا ولد النادي على فكرة. هنا هاريسون أفول كل الفريق جيد، لكن هاريسون أفول هو الأبرز من الناحية الهجومية للترجي الرياضي. العواضي واضح في شكله الدفاعي، إن شاء الله جوزيف يانيك نيانك شوط ثاني كبير، ما ننساوش أنه يلعب الآن من غير يوسف اللي مساكني، إن شاء الله تكون الورقة الرابحة. إذا اختار معلول هذا التوجه وحكام على لعبه ونحن في تونس، يعني اللي مساكني كونسنتري مركز، عارف باش يدخل الشوط الثاني، يتفرج في الملاعبية، يعرف شنو باش يعمل، وبالتالي فما كان الخير. يصاب هاريسون أفول، الشوط الأول مازال في عمره دقيقة ونص، هاي خلي ينتهي الشوط الأول 0-0.
هي الغاية اللي سعى لها نبيل. لحد الآن المعركة في لوبومباتشي في استاد كامالوندو تسير باللي يحب ويشتهي معلول. كرة تمشي عن طريق مجدي التراوي، كرة للترجي الرياضي التونسي عن طريق مجدي التراوي. آخر دقيقة في الشوط الأول، تركيز للآخر، والكرة ترجع بعيدة. عواضي على الأقل توش، كرة ترجع وتوش تماس لا للفريق للفريق الكونغولي. التوانسة تحزموا في آخر التوقيت في 44 دقيقة. إن شاء الله ينتهي الشوط. لو خلينا بلغة الكرة نكونوا طماعين، علاش ما نخطفوش نحن هدف في الآن. 44 دقيقة. جون كاساسولا يجاه يانيك. التوزيع رد بال، كرة تتبدل، ترجع من بالمنصور والكرة عند الحارس بن شريفية، يخرج معز على مرتين. معز بن شريفية حصل كورته 21 سنة. كاسياس الكرة التونسية المقاربة بكاسياس على اعتبار السن 20 سنة. فاز بالشامبيونز ليغ الافريقي مثل ما فعلها إيكار كاسياس مع الريال. وهذا انذار على بوتو للاحتجاج. خرجت الكرة من يديك يا بن شريفية، مش انت غلط انا غلط. هنا حقيقة لابد التركيز لاخر دقيقة. شوف الكرة خرجت من يديه ونحاها لي. تحب تحكي بلغة القانون الشرعية، الله يهديك. 45 دقيقة لعب في الشوط الأول، 45 دقيقة لعب في الشوط الأول. تمشي كرة من معز بن شريفية. كم سيضيف الحكم الإيفواري نومانتياز ما غير خطأ. كرة ترجع لهاريسون أفول، حقيقة يقدم في مردود جيد هاريسون أفول. من ناحية دفاعية عاون برشا في رواق اليمين الدربالي ويطلع برشا من ناحية هجومية، تقريبا هو قائد الهجمات الترجية. كرة تمشي طويلة ترجع بالراس، كرة ثانية ناخذها الراقد، أعطاها له الراقد. صراحة أخطاء برشا فردية الحقيقة، ديما ندافعوا اللاعبين برشا أخطاء فردية أخويا. 46 دقيقة تجي كرة مثل هذه تقلب بالمجهود الكل اللي عمله فريق وقراه مدرب، وما عادش تولي تحكي على اختيار واستراتيجية كوتش. ترجع كرة هاريسون أفول، خطا وانذار، اعطيه ما تخافش. ورقة ثالثة، هذه ورقة ثالثة، هو طبعا عداها. هنا عداها فالترجي الرياضي التونسي يوترهم. الترجي الرياضي التونسي يعمل في الشوط الامتياز تكتيكيا. نعرفكم تشوفوا الكرة على البار وشدها الحارس، ليه الكرة ايضا تكتيك، لازم تفرج فيها من تحت الاسطر من خلف السطور بلغة السطور باستعمال المفردات. الترجي بامتياز عن شوط اول هنا في مدينة لوبومباتشي في استاد الكامالوندو. مازيمبي 0 الترجي الرياضي 0. شوط ممتاز ولكن العبرة بالخواتيم. كرة ستعود لفريق الترجي الرياضي، ممكن اخر كرة عن فترة اولى تألق فيها الترجي دفاعيا وناوش هجوميا في غياب يوسف المساكني. وانذار، ورقة صفراء، ورقة صفراء على سونزو ستوفيرا على الخطارة واللي عمله ستوفيرا سونزو. اذا اسحب سامحني نومان دياز، ما حاولش يجتهد. ورقة ثالثة صفراء في الشوط الاول على مازيمبي ويلعبوا في بلادهم. يوريك لي مازيمبي متوتر، يمشي الكامروني حتى له وري والكلاسيكو يسخن وقريب. اضرب يا الكامروني، التسديدة كانت من يانيك جوزيف نيانك، كرة تتحول إلى ضربة مرمى للروبر كيديابا. إن شاء الله يزفر الحكم الآن. نهاية الشوط الأول نتيجة طيبة، ثقة باش تكبر بإذن الله. المساكني ورقة جوكر في الشوط الثاني، لكن إن شاء الله نكملوا هاللحظات الأخيرة. رد بالك، تمشي كرة أول مرة، والكرة خطيرة للفريق الكونغولي. والحمد لله لاباس، الحمد لله لاباس. شوط يخلص 0-0، ما لقاوش حل الدفاع الخط اللي اعتمدوا ترجي معلول الترجي الرياضي التونسي. والكرة تتهجر إلى حسم الشوط الثاني، وستلعب قمة الكبيرين في سيمي فاينل الشامبيونز ليج في شوط ثاني الليلة في كامالوندو. بالفعل زفر الحكم الإيفواري ديزيري نومانديز مباراة الترجي الرياضي التونسي لو تو بويسون مازيمبي ليلة في الكونغو. النتيجة في الشوط الأول 0-0. شوف الترجي متميز في 45 دقيقة. الآن كيف سيكون الشوط الثاني، وما هي اختيارات معلول، وما هي قراءة يوسف الزواوي وعبد الحق بن شيخة في هذه الفترة الأولى؟
الترجي يصعب الاختيار على معلول في الشوط الثاني، يقول لك اللي يلعب المدرب الفريق اللي يربحك يلعب المباراة به. حاليا الترجي الرياضي ماشي مليح في الماتش. إذا أصدقائي المشاهدين نعود في لحظات مع الحكم الإيفواري نومان دياز إلى انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الترجي الرياضي التونسي وتيبي مازيمبي في رسم ذهاب النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2012. يا صانعين التاريخ والمجد للأجيال والنصر السبب والإصرار والعبرة بالأعمال. هنا زامبيا أو الحدود القريبة من زامبيا، هنا مازيمبي وهنا استاد الكاملوندو، واللقاء ينطلق في لحظات للشوط الثاني. لو تو بويسون مازيمبي، روبير كيديابا، إريك انكولوكوتا، جان كاسوسولا، جويل كيمواكي، إيموندي، ستوفيرا سونزو، رينفورد كالابا، ديو كاندا، تريزور مابين بوتو وعلي السماتة. تشكيلة الترجي الرياضي التونسي: بن شريفية، دربالي، شمام، هيشري، بن منصور، الراقد المولهي التراوي، العواضي هاريسون أفول وجوزيف يانيك نيانك. الشوط الثاني سينطلق، تحدثنا كثيرا وتوقفنا أكثر عند معطيات الشوط الأول. الآن الشوط الثاني، العبرة بال 45 دقيقة الثانية، العبرة أن الترجي يكون مركز دفاعيا بنفس الاجتهاد وأكثر أصلا وخاصة هجوميا. نلقى الثغرة لأنه في قناعتي أن فريق تو بويسون مازيمبي خطير جدا في بلاده مثل خارج ميدانه، ودفاع الترجي اليوم يظهر بشكل جيد مثل عديد المباريات اللي أداها الترجي خارج القواعد بشكل ممتاز دفاعيا. نذكركم ماتش الأهلي القاهري العام الماضي، ماتش الوداد البيضاوي، ماتش الشريق أيضا المولودية، أو ماتش السيمي فاينل ضد الهلال. لأنه الترجي يلعب كومباكت خارج ميدانه، مش يصنع في اللعب، مش هو اللي يعمل في الكرة، لكن في تونس نخاف لما نتقدم القدام وقتها ترجعك المشاكل متاع الكونفيرتور والتغطية والدفاع اللي يخلي مساحات. لذلك مطلبي ومطلب الجماهير هو مطلب الشعب، الترجي علي أن يسجل هدف في الشوط الثاني يسير الأمور ويسهل الأمور نحو ملاقاة الأهلي في الفاينل الكبير. نرجع للشوط الثاني، نرجع بكرة هاريسون أفول، نرجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي. أكيد شاف ندياي أظن تفاجأ بعدم إشراك المساكني، تفاجأ بالاعتماد والرسم التكتيكي للكوتش معلول. نتصور الآن فترة المدربين في الراحة لقاو فرص للفكرة لتواجد الأفكار باش يطبقوها في الشوط الثاني. رد بالك من الكرات العرضية، نرجع مرة أخرى الشمام غير خطأ، علي السماتة كرة في التماس، كرة في التماس لمصلحة مازيمبي. مازيمبي الان متاكد باش يضغط اكثر، باش يقدم القدام اكثر، عشان نلقاو مساحات خطيره والمتابعه الاولى. رد بالك، رد بالك، كره ترجع للفريق الكونغولي. مازيمبي باش يضغط اكثر في الشوط الثاني، اش معناها؟ باش يترك مساحات. اش معناها؟ المساكني في 60 65 مطلوب يدخل بديل العواضي، ما فيش كلام في راي، يخرج العواضي يدخل يوسف. تمشي كره طويله من ايموندي، كره بالراس المولي ممتاز. شمام المولهي، المولهي يلعب كرة طويلة، ترجع على خطة ضد الكامروني، ترجع فاول ضد الكامروني وخطأ يستفيد منه اللاعب إريك انكولوكوتا. ترجع الكرة إريك، إريك من غير أخطاء قدام ال 18 متاعنا، ترجع الكرة عن طريق اللاعب سينجلوم. الضغط الترجي رهيب، ولكن المهارة العالية للفريق الكونغولي، أحد اللاعبين ورقة صفراء على الركض، ورقة صفراء على الراقد مستحقة، فما جذب، فما مسك، فما شد لينا لينا واللي ضدنا ضدنا، مسك من القميص حسين الراقد. وكرة ترجع إلى خطأ لفريق مازيمبي، يقتل لعب في الشوط الثاني. تمشي كرة عن طريق كولوكوتا، كولوكوتا كرة أخرى ترجع من هاريسون أفول، هاريسون أفول من وخروش برشا الأولاد في الدفاع، لابد نلعب بنفس التوازن خاصة الدقائق العشرة الأولى. مازيمبي باش يعمل فورسينج كبير القدام، ترجع كرة المازيمبي، كرة عن طريق جون كاسوسولا من التماس ليموندي. بإمكان الترجي يسجل اليوم، نشوف فيه ماتش واحد واحد، احنا نغدروهم بونت ومن بعد هما يمكن يتعادلوا في الآخر. نعرفش عاد هذه عاطفة وأماني أم هو واقع وسيتحقق على الميدان. تفرق برشا، الترجي هو اللي يبكر ويبادر بالتهديف. ترجع كرة مولهي، مولهي العواضي، العواضي يمشي المولهي، المولهي وارجع من الدفاع،
ترجع الكرة عن طريق جوال كيمواكي، كرة في التماس. امشي الساعة في رحلتك، دور الثواني في جولتك، والترجي في رحلة أفريقية جديدة يتحدى الكبير الكونغولي. ترجع الكرة عن طريق شمام، شمام ويمشي المولي، المولي خليل شمام، كرة تضيع في وسط الميدان، لكن ترجع مرة أخرى للترجي الرياضي. يتقدم الترجي، دربالي، 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 سامح، كرة تضيع على سامح، رد بالك التغطية من جهة اليمين، والكرة ترجع على خطأ ومخالفة لفريق مازبي، فاول على الدربالي. أوه الدربالي عنده ورقة صفراء، الدربالي عنده ورقة صفراء، نشوفوا سامحنا ولا لا، يعني فيها وعليها. ترجع الكرة، مش واضح برشا أنه يستاهل ورقة صفراء ثانية، هنا خطأ، رد بالنا من الأخطاء، رد بالنا من الأخطاء في هذه البداية القوية للشوط الثاني. حسام مازبي أكثر إصرار في هذه الفترة العرضية، واو تبرع. مرة كثر منها إريك نكولو كوتا، إن شاء الله كل واحدة هكا. إريك نكولو كوتا، هو الكرة برا، 30 سنة، إكس موتي مابيمبي. كرة ترجع للترجي الذي تونسي، 4 دقائق لعب في الشوط الثاني. هذا يقل التركيز، يتفرجوا فيه، شو باش يعمل مبوتو، باش يلعب كرة سريعة. وهذا اللي طلبوا بالتشريفية، حطوا عينيكم على الكرة الأولاد. 50 دقيقة. 10 دقائق ربع ساعة ماكسيموم، معلول باش يدخل يوسف باش ينحي الضغط وينقص الضغط على الدفاع بتاع الترجي. الراقد، الراقد يمشي، يانيك، يانيك نيانك، فاول الترجي الرياضي. 10 على 10 الحكم الحقيقة نومان دياز. لما تتوفر النزاهة اللي نلعبوا كورة في الأخير اللي يربح صحة ليه. مويز كاتومبي، الرجل اللي عنده مناجم، يملك مناجم في كاتانجا، 37 سنة، الرجل صار اسطوره في تاريخ مازمبي. ترجع الكره لفريق الترجي التونسي، وصلنا دقيقه 50 تقريب، كره للترجي الرياضي التونسي. اين الصوره هنا؟ نرجع للمباشر، اعطيني كره المباشر للترجي. الدربالي، سامح الدربالي، هاريسون افول، هاريسون افول، هاريسون افول يتعثر في العشب الاصطناعي، ترجع من مبوتو، خطيره جدا مبوتو في اليمين، شوف الان الدفاع من الجهه اليمنى، خطيره مبوتو، كره برا، كره برا من تريزور مبوتو، بداوا يتوتروا. الترجي الرياضي يسير في الماتش اللي يلزم في راي اوكاندا، هذا دي اوكاندا، لعب ايضا خذاه مازيمبي من بقوه الفلوس طبعا من موتيما، من موتيما، فريق عنده شعبيه جارفه في الكونغو في كينشاسا العاصمه، فريق عنده 12 بطولة رقم قياسي مع فريق فيتا كلوب كينشاسا قدام مازيمبي 11، وبالتالي واضح القوة المالية اللي تخلي نجوم الحقيقة في فريق مازيمبي ما يلعبوش بالاحتراف مثل مبوتو مثل غيره. ترجع الكرة تريزور، كل شيء متوفر هنا في مازيمبي ماديا، والكرة ترجع مرة أخرى للكونغوليين، رد بالنا التركيز كثير من الجهة اليمين، تفادى الركنية معز بن شريفية. صار الضغط خاصة في مواصلة الحقيقة من الجهة اليمين من جهة سامح الدربالي، يلزم مساندة أكبر، ممكن في وقت من الأوقات نتصور بوعزي باش يعاون من اليمين، يدخل بديل هاريسون افول، ممكن الربع ساعة على 10 دقائق الأخيرة، إذا النتيجة تمشي مليح إن شاء الله، والعواضي يخرج ويدخل يوسف المساكني. ترجع كرة الخطأ مخالفة. الآن رتم الشوط الثاني واضح، توتر من الجانبين، برشا هفوات، برشا فاولات. يتحصل على الخطأ اللاعب ستوفي راسونزو، تمشي كرة كولو كوتا، كولو كوتا، كرة لمازيمبي، مازيمبي ديما رتم الشوط الثاني يكون أقوى، فريق سجل 100 هدف هذا الموسم في كل المسابقات، سجل في كل مبارياته باستثناء الماتش الأخير اللي خسروا في تشيلسي بيروكوم 1-0 في غانا في أكرا. ترجع الكرة مرة أخرى للكونغوليين لمازيمبي، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق جون كاسوسولا، جون كاسوسولا، ورا ديو كاندا، ديو كاندا، رد بالك من العرضيات، رد بالك من العرضيات الراسية، وكرة الهدف الأول تضيع عن طريق علي السماتة، رد بالكم يصمتنا علي السماتة، كرة كانت خطيرة وخطيرة جدا في دقيقة 53، كرة الواحد صفر، ديو كاندا، هذه التوزيعات، هذه العرضيات الخطيرة من الكونغوليين، فرصة التقدم لمازيمبي. 7-8 دقائق، أجواء ساخنة في استاد الكاميروندو، لكن في فير بلاي الحقيقة. ترجع الكرة من الترجي التونسي عن طريق معز بن شريفية،
ورا بالراس العمق فماش وحده اليوم معزول طبعا ياني كنيانج يحاول وياني كنيانج أفول أفول جيب واحدة أفول حط كرة وترجع الكرة من جوال كيمواكي ترجع الكرة لموندي قادمة من جون كاسوسولا هذا الزامبي موندي موندي تمشي مرة أخرى كرة من وليد الهجري وليد الهجري في وسط الميدان واحدة اثنين بالراس كرة لوسط الملعب للفريق الكونغولي لمازيمبي عن طريق جيبن سينجولوما يدخل الكرة اللاعب كولو كوتا كولو كوتا ظهر اليمين علي السماتة علي السماتة وتماس تماس للترجي الرياضي التونسي ولاد الترجي يقوموا بالحركات الحماية مع المعد البدني خليل الجبابلي وبالتالي نتوقع التغييرات ممكن القدام برشا في الوقت بوعزي بديل يافول ولكن الان نتصور التغيير الاول لمساكني بديل للعوض قربنا من 9 دقائق لعب في الشوط الثاني كرة تمشي من غير خطان كولو كوتا كولو كوتا كولو كوتا يضغط التراوي ترجع الكرة مرة أخرى لمازيمبي عن طريق الرينفورد كلبا كلبا تحط الكرة ستوفيلا ستوفيلا والتوزيع والرأسية والحارس والحارس بن شريفية حارس بن شريفية نشوف فيه قريبا المهاجم الكونغولي تريزور ما بين بوتو لحد الآن ماشي مليح الأمور 54 دقيقة في الشوط الثاني هدف يفرق برشا في هذه المواجهة الحاسمة للفاينل ترجع كرة هاريسون أفول هاريسون شوف المساندة واحد وين واحد من لاعبي الوسط يا أخي ساند كرة تماس لمازيمبي كرة ستعود لجون كاساسولا جون كاساسولا جوية كبيرة في استاد الكاملوندو تمشي الكرة على اليسار لليمين لينكولو كوتا كولو كوتا يطلع كولو كوتا يحاول يفرض ريتمو فريق مازيمبي كولو كوتا كرة خطيرة للتوزيع والكرة تمشي لبرا كرة تخرج بالفعل ضربة مرمى للحارس بن شريفية تواصل الرحلة والساعة رحلتها تمشي الدقائق في جولتها والثواني بقمة إثارتها 55 دقيقة في زمن لقاء عن سيمي فاينل مثير مرتقب تكلمت عليه الصحافة وتكلمت عنه الجماهير كثيرا في البلدين وأيضا صدى هذه المقابلة النارية بين الترجي ومازيمبي دارت كل الأجواء الإفريقية والعربية أرجع كورة عن طريق الكامروني وحده معزول بطبيعة الحال ياني كنيانك كرة ترجع بالمنصور ما تلبش خطا رجع الكرة بيمبوتو يمبوتو كرة خطيرة عن طريق ديوكاندا ديوكاندا يراوغ ديوكاندا وترجع من الدفاع الترجي باهي من التراوي باهي من مجدي التراوي أول مرة يعملوا مثل هذا الزلومة والتوغل في دفاع الترجي ترجع الكرة هاريسون أفول وحدة كونتر أتاك هاريسون هاريسون أفول هاريسون والتماس للترجي العاصمي كرة للترجي الرياضي كرة ستعود للترجي لازم ما نقبلوش برشا لاعب نلعبوا متوازنين عندنا وقت ما وصلناش البيت روبير كيديابا ما زرناش كيديابا هذه الكرة الخطيرة والمراوغة شوف كيفاش حد سقيه المدافع الترجي الدربالي ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق سامح الدربالي سامح الدربالي سامح الدربالي وكرة ستعاد في نفس المكان تنفيذ تماس خاطئ من الدربالي لابد من الهدوء لابد من التركيز مباراة كل دقيقة تعدت زيد صعوبتها ترجع كرة للترجي ممتاز عن طريق الدفاع مجدي التراوي لسامح الدربالي لمجدي التراوي للراقد كرة من حسين حسين الراقد ترجع كرة بن منصور بن منصور يلعب كرة طويلة بن منصور يعني كنيانج وحده يانيك يضغط عليه لا وقف وقف طبعا وترجع الكرة مؤمنة من ضربة مرمى من جوال كيمواكي لحارسه كيديابا كرة من روبير كيديابا هذا بن منصور 23 سنة ترجع الكرة للفريق الكونغولي اللي يلعب السيمي فاينل الثالث في أربع مواسم والترجي الثالث على التوالي هاريسون أفول هاريسون أفول هاريسون يحط الكرة ناقصة وتحرك زادة يا الكامروني تحرك شوية كرة ترجع مرة أخرى لفريق مازيمبي فما أمل أرى بصيص من الأمل لو يدخل الحقيقة المساكني ممكن باش نجاسبوا شوية دفاعيا لكن التنظيم والولاد مركزين هجوميا راهو نسجلوا بإذن الله على كل هو خيار مدرب حذاري حذاري أوروبيك لين سماتة علي سماتة كرة أوت ضربة مرمى للترجي الرياضي باب المنصور كرة ترجع للترجي الرياضي في الدقيقة 58 من زمن المباراة هذا الدولي التنزاني القادم هذا العام من سيمبا عمره 19 سنة فقط سجل 6 أهداف في الشامبيونز ليج 2012 التغيير الأول
لنادي مازيمبي. التغيير الأول لمازيمبي، يدخل رقم 28، رقم 28 إيلونغا بديل لسماتا. هذا هو إيلونغا، تغيير مهاجم مهاجم، والكرة ترجع عن طريق ياني كنياك، فماش خطا، كرة ترجع لفريق مازيمبي. ممتاز الدربالي يا معلم، يرجع سامح الدربالي، سامح الدربالي ينطلق في الهجوم، الدربالي يعطي كرة خطيرة يانيك، يانيك نيانج يعطي باس، لمس الكرة كالعادة يا الكامروني، كرة غريبة جدا تضيع للترجي، ترجع للترجي الرياضي عن طريق التراوي، التراوي مرة أخرى هاريسون أفول، كنترول للمنافس هاريسون، كرة ترجع للفريق الكونغولي، فرصة كبيرة في ساعة لعب. هذه كرات العادة بتاع يانيك، يعني كوفري بظهره يحط المدافع في ظهره ويخرج اللاعب اوروتريل القادمون من الخلف، خسارة. كانت محاولة والشانس هي الأولى للترجي في الشوط الثاني. ترجع كرة لمازيمبي عن طريق جون كاساسولا، جون كاساسولا بال 65 و70 إن شاء الله المساكني على بوابة الدخول. ديربالي يعمل في مباراة ممتازة، برافو سامح. ديربالي كرة تماس اوت لفريق مازيمبي، او كرة ستعود لمن للترجي، لأهلي مازيمبي. جون كاساسولا، جون كاساسولا في اوت التماس، وانظار لهاريسون أفول. الانظارات نتاعهم يعني كانت تكتيكية باش يمنعونا من تسجيل او كونتر اتاك. الانظارات نتاعنا الكلهم زايدين الحقيقة، ثلاثة الراقد والديربالي وأفول زايد. نلعبوا ضغط اليوم ونلعبوا ضغط الإياب، زايد زايد زايد. ترجع الكرة التسديدة، وين؟ بعيدة بعيدة. ترجع الكرة ضربة مرمى للمعز بن شريفية، دقيقة 60، ساعة لعب في المباراة. شوفوا التغييرات بدخول إيلونغا، هنا ما لقاش حلول الفريق الكونغولي لتجاوز دفاع الترجي، يلعب خيار التسديد، والتسديدة كانت من إريك نكولو كوتا، 30 سنة الدولي بمنتخب الفهود، بطل الشان 2009. كرة ترجع من يانيك، يانيك نيانك حط الكرة عن طريق الراقد، الراقد كرة ضايعة، ميس باس برشا في وسط الميدان، والكرة ترجع مرة أخرى. طبعا وسط ميدان اختاروا معلول اليوم ديستركتور أكثر منه كونستركتور في المباراة، يعني يهدم الهجمات بتاع المنافس أكثر منه أنه يبني الهجمة. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الملعب عن طريق مابين بوتو، مابين بوتو، جون كاساسولا، كاساسولا تتحط الكرة، إيلونغا، إيلونغا لجون كاساسولا، يوزع كرة والحارس لا خوف على المعز، كرة ترجع لبن شريفية. مابين بوتو كانت كرة طويلة في العمق، فريق الكونغولي يلعب الكرات الطويلة ستايل البريطاني. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي، هي العواضي، العواضي، والكرة تقطع، ترجع مرة أخرى، يلزم نسجل، عندنا شانس للمولي، تحرك يا خالد، تحرك يا المولي، ما فيها شيء، ترجع كرة كونغولية. برشا بوط الآن في وسط الميدان، بدينا نخسر وقت الديوال، حوارات ثنائية. وهنا كان ممكن يتعرض الورقة الصفراء. نلطف الله يعني الحكم طبعا مش كل فاول باش يعطي ورقة، لكن الكرة كانت زايدة من المولي. كانت كرة نتاع انذار. الانذار اللي عطاه ورقة صفراء. حسب حماسة الأنصار والتغيير، التغيير الثاني، يدخل كاسونغو، يدخل الخطير كاسونغو، هذا سجل هدفين في نهاية 2010، باش يلعبوا الكرات الطويلة أكثر الآن، يعني بالمفضوح الآن باش يطولوا الكرة لراس كاسونغو. رد بالنا هيشري وبالمنصور في اللاكس، لكن يبدأ الدفاع من وسط الميدان، ما نخليهمش يوزعوا، والكرة ترجع لكولو كوتا، كولو كوتا، كرة والدفاع ما غير خطأ، ما غير خطأ، ترجع من مابين بوتو، باي البريسينغ، ترجع الكرة الكونغولية، ترجي لحد الآن يعمل في ماتش ممتاز، والكرة ترجع خطيرة للفريق الكونغولي، رد بالك، كرة ترجع للترجي، والكرة ترجع للراقد، حسين الراقد، ضيع الكرة على يانيك، ضيع الكرة على يانيك الكامروني جوزيف نيانغ، كرة لجون كاساسولا، 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. كرة تبقى كونغولية، واحد يتقدم، ترجع الكرة مرة أخرى، والترجي عند الكرة، المولي، المولي العواضي وقف تماما، يظل التغيير يفرض نفسه، مش حتى تغيير تكتيكي أنك من 4-5-1 باش تولي أكثر هجومي بالمساك، لا لا، لأنه وقف العواضي خلاص بدنيا، اللاعب راجع من الإصابة بعد شهر، وفاء بدنيا، وفاء البنزين. كرة وصراع الرجال، وكرة ترجع لفريق مازيمبي،
خطأ لمازيمبي، خطأ لمازيمبي، كرة يعني هدية هذه لمازيمبي من لاعبية للترجي الرياضي. فاول مش مشكل المولي، نرجع نركزوا. كرة صعبة، بوعزي أفول، خوف من الانذار الثاني على أفول والامساك لبديل عوادي، لأن العوادي يوقف بدنيا. والكرة ترجع من عرضية كونغولية ورا الكونغوليين. أجواء كبيرة في استاد الكاميرون دو في الدقيقة 19 تقريبا من زمن الشوط الثاني. كرة لما بين بوتو، التوزيع، وكرة ترجع بالراس ممتازة من وليد الهجري. ممتاز وليد، ترجع الكرة عن طريق جوال كيمواكيل انكولو كوتا، ترجع كرة بالتوزيع خطيرة، فماشي اوف سايد، يتوغل للدفاع، خطيرة، والكرة ترجع من الترجي الرياضي. يا ستار يا ستار يا مانع الاخطار، كرة ترجع مرة أخرى، اكتب لنا خير الأقدار في مباراة مازيمبي الصعبة. ترجع الكرة للكونغوليين، مازيمبي يضغط الآن، كرة تدور مليح، تتهيأ جون كاسوسولا يسدد كرة، والدفاع التونسي كرة بعيدة. ترجي 10 في الدفاع في هذه الدقائق الآن بعد 20 دقيقة في الشوط الثاني. يلزم شوية نحكيه هجوميا أيضا. حد الآن الأولاد يعملوا في ماتش كبير، لكن ديما نقول الترجي يلزم يحاول يمشي يسجل. هنا خطأ، هنا خطأ على السامح للدربالي، لازم نشدوا كرة أكثر الآن في وسط الملعب، نخسروها بسرعة وترجع بسرعة علينا هجمات متكررة، حملات هجومية من كتيبة مازيمبي. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، تماس باهي باهي باهي، ممتاز ممتاز للترجي الرياضي. كرة للترجي الرياضي، هذا الوافد الجديد كاسونغو على التشكيلة الكونغولية. النصف النهائي الثامن في تاريخ افريقيا لمازيمبي، بينما هو السيمي فاينل العاشر للترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله بدنيا الاولاد يكملوا، لاننا نلعبوا في لوبومباتشي في 32 درجة بعد موسم ماراثوني. ترجع كرة للترجي التراوي، كرة تمشي معاه، تحبه وتحبنا، يمشي التراوي، يبدا الهجوم، كرة للترجي الرياضي، يطلع الدربالي، دربالي يسدد كرة من 50 متر، الدربالي 50 متر، الدربالي ترجع الكرة للترجي. الترجي كانوا تحسوا يلعب بعشرة، يانيك ما عندوش شكل الفورمة نتاع قبل، يجري يحارب يحط اثنين ثلاثة في ظهره. كامروني أيضا استنزف منطقاته، ما لقاش المساند الهجومية، لقى روحه يطلع هجوم يرجع دفاع، الحقيقة ساند برشا في الشوط الأول خاصة. المهم اليوم الترجي إن شاء الله يرجع بنتيجة طيبة، المهم ما نقبلش أهداف وما نخسرش في استاد الكاملوندو. ترجع كرة لمن؟ لفريق مازيمبي، مجدي التراوي، كرة ترجع كونغولية عن طريق لونغا أو كاسونغو. كاسونغو ترجع لإيموندي، إيموندي للفريق الكونغولي، تيبي مازيمبي عن طريق جون كاساسولا. جون كاساسولا في وسط الميدان، تتهيأ كونغولية لمازيمبي عن طريق جوال كيمواكي. جوال كيمواكي يمشي بالكرة، تيو كاندا يحط الكرة لكاسونغو، كاسونغو والكرة ترجع من المولي. التماس لمازيمبي، 10 على 10 الاستراتيجية الدفاعية. طبعا في الكرة لما حاجتك بحاجة باش تضحي بحاجة، والكرة ترجع لمازيمبي، كرة خطيرة لمبوتو، مبوتو يسدد رد بالك، كرة خطيرة من مابي تريزور، تريزور مبوتو يسدد الكرة، 27 سنة 41 هدف في الكؤوس الأفريقية، خطيرة جدا لمبوتو، لاعب مهاري إياب على الهيشري. شوف لونشينمون تاع اللاعب الكونغولي والتسديد، سرعة مهارة وتسديد، يعني في لحظة الكرة الأخيرة لمازيمبي. تمشي كرة طويلة عن طريق معز بن شريفية، العواضي العواضي، كرة في الوسط عن طريق جوال كيمواكي. جوال كيمواكي توا وقيت المساكني في رأيي، بداوا يهبطوا للملاعبية نتاعهم، بداوا يهبطوا للملاعبية نتاعهم، وإني أرى ثقبا في الدفاع وفراغا في الدفاع الكونغولي. هيعطيه صفرة، هيعطيه صفرة نومان دياز، خلاص يكتفي بالتنبيه الشفوي على اللاعب جون كاساسولا. توتر الفريق الكونغولي، معلول يسي المباراة اللي يلزم في مازيمبي، استاد الصعب أمام القوي مازيمبي. تمشي كرة طويلة، تمشي كرة طويلة للفريق الكونغولي، شوف الخطأ لو نضغط شوية لقدام. ترجع الكرة عن طريق نكولو كوتا،
كولو كوتا والكرة خطيرة، رد بالك من اللعبات هذه العرضية وتمشي المعز بن شريفية. ركنية، ركنية لمازيمبي، ركنية لمازيمبي، اصطدمت بالشمام والكرة تغادر إلى ضربة ركنية لإيلونغا الكونغولي. كرة في الركنية للفريق الكونغولي، لو تو بويسون مازيمبي يمشي لديو، ديو كاندا، ديو كاندا بالراس، وكرة برا، كرة برا. 10-10 اليوم، 10-10 من ناحية الدفاع. إن شاء الله فقط هجوميا نتوفق في كرة في السند من وسط الميدان في أحد الكرات. متفائل ومتأكد أنه ممكن نجيبوا بونتو اليوم في استاد كامالوندو. هذا الملعب الجديد اللي بناه على حسابه الخاص الرئيس مويس كاتومبي. تمشي كرة طويلة، تمشي لمن الأفضلية، مثله بالرأس، الهربة يا فول، لا الكرة تقطع للغاني. أرجع كرة من جوال كيمواكي، جوال كيمواكي لإريك كولوكوتا، إريك كولوكوتا يطولوا في اللعب. هذه لعباتك يا يشري بن منصور، الدوزيام بال ياخذها الراقد، الراقد يرجع بالكرة عن طريق المولي، المولي برشا ديشي، برشا ميسباس وسط الميدان. الأولاد يتعبوا باش يرجعوها في الدفاع، نعطيوها نحن هناني بناني، قال التونس يلعب كرة بن منصور، بن منصور كرة طويلة في مناطق مازيمبي، إصابة لهاريسون أفول، هو هكا خارج باش يدخل بوعز في الدقيقة 70 الآن. والحكم النومان دياز يوقف الهجمة الكونغولية لإصابة الغاني. إن شاء الله لاباس هاريسون أفول. دكتور ياسين بن أحمد، دور كبير للإطار الطبي للمعد البدني والتكامل في ستاف الترجي الرياضي، مش سهل. الترجي الرياضي اللي يلعب باستمرار من شهر مارس 2011، ما توقفش من مارس 2011، لعب فيهم بطولتين لتونس وكاس تونس، ثم نسختين من دوري ابطال افريقيا مع كاس عالم في اليابان، في اليابان. بطل افريقيا على فكره سيقابل بطل اليابان يوم 9 ديسمبر في الربع النهائي للمونديال الياباني، مونديال الأندية النسخة الجديدة 2012، قبل أن تنتقل الصورة إلى المغرب في نسخة 2013-2014 بإذن الله. أتمنى أن يكون الترجي مرة أخرى في اليابان، وضع في الإيمان أن يكون الفائز عربي في تواجد الأهلي ضد السانشاين 3-3 البارح. نتيجة ممتازة في نيجيريا في انتظار الحسم في برج العرب، بينما هنا كرة ترجع عن طريق اللاعب سونزو. سونزو يمشي الكاسو سولا، كاسو سولا لحسين الراقد، الراقد انت قابله، والدفاع ممتاز ممتاز. كرة ترجع مرة أخرى كونغولية وسط الملعب عن طريق اللاعب جوال كيمواكي، جوال كيمواكي، جون كاسو سولا، جون كاسو سولا حاول يتوغل، جون كاسو سولا يوزع كرة، رد بالك هذه، برافو الدفاع، برافو الشمام، والتسديد لم تأتي لولاد رجال، لولاد رجال. يمشي يانيك نيانغ، يانيك نيانغ، يانيك يتقدم، نيانغ يدخل الكامروني، كرة لخطأ للترجي الرياضي التونسي. نتحمس الآن المقابلة 20 دقيقة، خليها بستر الله الآن، هدي باش تعدي في قمة التحدي الترجي التونسي. 71 دقيقة، مازال برشا كرة، برشا لعب. معلول لحد الآن يبقى على نفس الرسم، فريق رابح ما تبدلوش، هو فريق رابح بمعنى النتيجة اللي يحب عليها، أنه ما يتعذبش دفاعيا. ترجي يحاول يخطف كرة حتى بهذا الديسبوزيتيف وبهذا الإفكتيف، الترجي قادر أنه يخطف كرة في رأيي. كرة من أفول، دربالي، الخبرة في الترجي الآن مطلوبة في كامولوندو. سيروا العشرين دقيقة هانت، والكرة تمشي طويلة، ترجع بالرأس، شوف وسط الميدان يلعب في منطقتنا، يلعب في وسط ميدان ونحن نستناو فيهم. والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق اللاعب أربعة إريك كولوكوتا، إريك، إريك يلعب كرة طويلة، لعبتك يا بن منصور، أما الله يهديك حط الكرة في الأرض وتلعب بها. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي عن طريق اللاعب جوال كيمواكي رقم 2. جوال يقولون مطلوب في نادي لانس، يلعب كرة طويلة، اي صاحبي يلعب هكا، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق كريم العواضي. كريم العواضي إن شاء الله إن شاء الله يدخل أي لاعب آخر بصراحة، لأنه العواضي في رأيي وقف بدنيا، وقف ما عادش قادر. ترجع الكرة شمام، 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 والتغطية من المولي،
المولي عندك انت بن منصور، بن منصور والهيشري، والكرة من المولي بلياردو، بلياردو الآن، والكرة تمشي مرة أخرى وسط الدفاع عن طريق موندي، موندي ترجع للاعب جوال كيمواكي، كيمواكي كالعادة كولو كوتاي يبنيهم اليمين، كولو كوتاي يوزع كرة، ترجع من بن منصور، ترجع من بن منصور، الكرة كلها رجعت برافو لكن حبوها ترجع في ساقينا، ترجع بتماس لمازيمبي، كرة عن طريق اللاعب كاسونغو، كاسونغو للا فريق الكونغولي، تسديد وحارس من مرتين معز بن شريفية والدفاع، والكرة من الطاف الله، كرة خطيرة برشا لمازيمبي، أصعب كرة علينا في الشوط الثاني، ترجع كرة كونغولية ينصاب الحارس بن شريفية، تتوقف المباراة، توقف المباراة، هنا التسديدة تقريبا من 40 متر، وبن شريفية لعب بالنار، كانت كرة خطيرة من لاعب ستوفيرا سونسو، وكرة الجول لنادي مازيمبي، ولكن الدفاع كان متواجد، كان عندنا برشا حظ في الكرة الأخيرة أنه المهاجم نتاعهم اتبع الكرة مخر. ربع ساعة، ربع ساعة يتنفسوا شوية، يشربوا شوية ماء، يقرب لهم معلول أو هما يقربوا له في المنطقة الفنية لآخر التعليمات. ترجي الرياضي التونسي حاليا في مازيمبي 0-0، ان شاء الله هذه الاستراتيجيه لحد الان ناجحه تكمل على خير، انه ديما نقول العبره بعد صافره الحكم نومان دياز. الجماهير هذا 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 التونيو تاع زامبيا، هذا ماني قلت لكم انه يكون اهل من احد اللاعبين او يكون الجمهور الزامبي العايش في كاتانجا، لانه فريق قريب على الحدود يدخل خاد العياري. الآن هذه خيارات نبيل معلول، مفاجأة من الحجم الثقيل كنا ننتظره ممكن يوسف المساكني، فيدخل الآن خالد العياري هو اللي على بوابة الدخول، بديل لمن العياري، معلول الآن نقرأ فكرته ما نعرفش صحيح ولا ولا الكامروني، كامروني شوت والكرة ترجع مرة أخرى، نقرأ فكرته في هذا الاتجاه أنه يوسف المساكني ما يساعدوش اليوم لأنه ما يدافعش، يهاجم باش يخلي ممكن فراغات، باش يخلي برشا ضغط هجوم المنافس، يفكر في اللاعبين اليوم اللي كما قول الديستريكتوري يكسروا اللعب نتاع المنافس. كل الطرق تؤدي للشامبيونز ليج، كل الطرق تؤدي للغايه الاكبر هي الفاينل. المهم ان شاء الله نتوفق الى 90 دقيقه وما نقبلش هدف الان. ترجي اذا ما يسجلش يلزم ما يقبلش. ترجع الكره مره اخرى للفريق الكونغولي. والكرة ترجع للترجي الرياضي، تتهيأ الكرة مرة أخرى لمازيمبي، خطيرة جدا مازيمبي عنده الكرة لكن الدفاع ممتاز لمولهي، لمولهي شوف البريسينج، وخطأ للترجي الرياضي، خطأ للترجي الرياضي لخليل شمام، كرة ستعود للترجي الرياضي لشمام. دخلنا في الرمق الأخير، الربع ساعة الأخيرة هنا في استاد مازيمبي، مازيمبي تحسه متوتر ما لقاش حلول مع كل الوقت، الوقت يداهم في الكبير الكونغولي أمام العريق التونسي، ويدخل خالد العياري بديل لهاري الصنافول، يدخل العياري بديل لهاري الصنافول، هذا هو التغيير الأول من قبل نبيل معلول. هنا اختيارات المدرب العربي رقم واحد اللي حقق الشامبيونز ليج، باعتبار ولا مدرب عربي ربح الشامبيونز ليج إلى حدود العام الماضي اللي حققها نبيل معلول. الأندية العربية سيطرت على المسابقة لكن بأسماء أجنبية، أوسكار فولوني، مانويل جوزي، بيرتران مارشان. كرة ترجع من شمام، يمشي خليل شمام، كرة ترجع عن طريق جوال كيمواكي وسط الميدان، وحدك وحدك هاتي كرة للراقد حسين الراقد، يمشي لخالد المولي، دقيقة 77 عن طريق المولي، المولي يلعب كرة طويلة وتمشي سهلة للحارس، كرة سهلة للحارس روبير كيديابا عن طريق جوال كيمواكي، جوال كيمواكي، ايموندي، ايموندي بوتو، بوتو كرة في المنتصف، قراءة جيدة المنافس اليوم تعطينا لحد الآن هذا السير والمسار للمباراة، كما قلت ماهوش لماشين دوغير آلة حرب الفريق الكونغولي، فريق قوي، فريق محترم، لكن بنفس الامكانيات، والترجي ايضا عنده تاريخه وتواجده في افريقيا. كرة ترجع مرة أخرى لسامتا، سامتا وكرة للترجي الرياضي، تخرج الكرة مرة أخرى عن طريق الكامروني، يمشي جوزيف يعني كنيانج،
يعني كنياج معزولين هجوميا بطبيعة الحال. ترجي مقسوم يعني الدفاع ولاعب في الهجوم وحده ما توصلوش الكرة وحده، أيضا بين اثنين وثلاثة ما يقدرش يتعدى. اليوم هو الكاميروني يحصل تماس باي جوزيف يعني كنيانك، جوزيف يعني كنيانك خالد العياري المساندة أكثر الآن الدفاعية في آخر الأوقات تتأجل معركة الحسم إلى رادس، هذا مما لا شك فيه، وترفع الرايات التونسية ورايات الترجيين والمكشخين هنا في السمايل وبومباتشي ملعب الكاملوندو. يعني كنيانك علي السماتة، علي السماتة ترجع الكرة للفريق الكونغولي إيموندي، إيموندي كرة لنادي مازيمبي عن طريق مابين بوتو، مابي يمشي بوتو، يمشي بوتو يوزع كرة خطيرة ويخرج المتألق معز بن شريفية، بن شريفية للدربالي، دربالي كرة خطيرة جدا وهدية من دربالي، مش معقول لولا رعونة الهجوم الكونغولي لمازيمبي لكان الهدف الأول. حذاري حذاري اشتعمل يا سامح اشتعمل، مرة الأولى سماح، المرة الثانية مسامحينك، المرة الثالثة سامحناك، المرة الرابعة نتوقف شوية وأنا شد على أيديك، أشد على أيديكم في هذه الدقائق وأناديكم، جماهيركم تناغيكم والكاس يناجيكم والصغير إلى الكبير يلاغيكم يا بن شريفية. يمشي معز بن شريفية، وليد الهجري، كرة من وليد الهجري، مستوى الشوط الأول كان أكثر فنيا، هذا الشوط الثاني كان تكتيكيا وبدنيا معركة الرجال في لوبومباتشي. 10 دقائق، 10 دقائق وصلنا لـ80 دقيقة. العياري وكرة في ضربة مرمى للحارس روبر كيديابا، كرة من كيديابا، توتر كبير يوصل الجمهور، سيدخل الآن شاكر الزواغي، شاكر الزواغي هل سنلعب ثلاثة في المحور على حساب لاعب وسط أم سيكون للترجي الرياضي ومعلول خيارا، وشاكر باش يكون وسط الميدان دفاعي بديل العواضي. كرة في التماس خرجت، خرجت للترجي الرياضي، يا رب 80 دقيقة لعب، 80 دقيقة لعب، 8-0 في 0-0 يعني ما زالت 10 دقائق، اتصل على لومبومباتشي لتجد الإجابة والجواب. الترجي واصل رحلة الامتياز بالنتيجة هنا في مازيمبي 0-0. نعم يدخل شاكر الزواغي بديل لمن ما شفناش الصورة، لكن بسهولة إن شاء الله نطلعوا التغيير. أنا نصور خرج العواضي، العواضي يدخل شاكر وسط دفاع، وسط ميدان دفاعي، فماش تغيير، اثنين في اللاكس كالعادة، والكرة ترجع عن طريق اللاعب ستوفيرالي سينجلوما. أكثر فريشور الآن وسط الترجي، تغييرات في وقتها بالنسبة للمعلول، تغيير الأخير باش يكون المساكني ممكن في الدقائق الأخيرة على 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 نيانك. هذه ذكرنا بمباراة القاهرة لما كل انتظارات الدراجي والمدرب معلول، بصراحة الفول فهر كمدرب أنك بتلعبش مساكني، ربي معاه وربي مع الترجي والكرة التونسية، الفول فهر معناه ماتش كما هذا أنت ونتيجة الآن بصراحة باش تحكم فيك النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكن يلزم عندك في مخك انك تدافع على استراتيجيتك. لحد الان الاستراتيجيه ماشيه، ترجي جاي باش ما يخسرش، لحد الان 0-0، والكره ترجع مره اخرى لمازيمبي. شاكر الزواغي يدخل، عاوننا شويه يانيك، والكره ترجع عن طريق جوال كيمواكي، جوال كيمواكي يمشي ليموندي، ايموندي بطل افريقيا مع زامبيا، يوزع كره، كره عن طريق ديوكاندا، والكره العياري والتوزيعه، والكره ترجع من وليد الهجري، بيع الكره برافو وليد الهجري، كره بعيده، ترجع كره مره اخرى لمازيمبي، كره للفريق الكونغولي، كره تمشي عن طريق نكولو كوتا، نكولو كوتا يوزع كره خطيره وحذاري، حذاري كره ترجع مره اخرى عن طريق كاندا، قدم له دربالي ما يوزعش، ترجع كره بالراس مؤخر التالي الدربالي ويخليه سنتر بلغة الكرة، نرجع الكرة أخرى ونرجع بلغة أخرى، الضغط والتسديد، ركنية، ركنية في الدقيقة 82، ركنية في الدقيقة 82، كرة ترجع لمازيمبي، كرة ترجع بعد تسديدة إيموندي، ضغط رهيب في هذا الشوط الثاني لمازيمبي. الشوط الأول كان أكثر توازن بين ظفرين وقفناهم في مناطقهم في الشوط الأول، الشوط الثاني يعني لعبوا في مناطقنا شوط كامل تقريبا. إن شاء الله نواصل الصمود، يدخل رقم 14 سينكالا، سينكالا والتوزيع والرأسية وكرة برا،
كرة برا ما دام مساحش الجمهور في غياب السورم فماش جول والحمد لله. يدخل سينكالا، يدخل سينكالا في تشكيلة الفريق الكونغولي. هو توا اللي تنشك انا يعني مازيمبي الكونغولي الزامبي، لانه يعني ايضا سينكالا هو لاعب منتخب زامبيا. 83 دقيقة في استاد الكامالوندو، لوبومباتشي 0 الترجي 0 المازيمبي. 7 دقائق، 7 دقائق الاولاد، مسير نهائي في ال7 دقائق، في ال7 دقائق اللي عملتوه يلزم تكملوه، اللي بديتوه يلزم تستكملوه. تركيز، قتالية ورجولة في هذه المباراة بآخر الدقائق. كرة تمشي للترجي الرياضي عن طريق العياري، غياب تام للهجوم في الشوط الثاني، لكن الترجي الرياضي واقف مليح في الدفاع. معلول جالي كسر شوكة مازيمبي في لومبومباتشي، وحاليا هو كذلك في 0-0. النصف النهائي يلعب على واجهتين، الذهاب يلزم التعامل معه بشكل جيد ويلزم نحسنوا الياب. كما قلت لك لازم يدخل النمس، لازم يدخل يوسف صياد الوسود، لازم يدخل يوسف لوغران هنا في ستادي مازيمبي. يخرج جوزيف يانيكنيانغ، تاريخ، أسطورة، 5 دقائق تدخل تجيب بونتو الربح. يوسف صياد الأسود والفهود والنمور والقرود يا ولدي. كرة ستعود لفريق الترجي الرياضي من التماس. كي يدخل تتنعوش، تحس نفسك انت منتعش، تحس نفسك قادر تسجل. يا أخي سحر اللاعبين النجوم والسوبر ستار اللي قادر على الإضافة. طبعا هي 5 دقائق، 5 دقائق، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن. إن شاء الله يوسف يبدأ مركز فقط ذهنيا. كرة تخرج لتماس، ركز لي أنت في الدفاع فقط يا الترجي. رباعي خط الظهر، ترجع كرة مرة أخرى التغطية، يشري حط بدنك أوت. لا كرة ركنية، ركنية لنادي مازيمبي، ركنية لمازيمبي، ركنية لجيفن سينغولوما بطل افريقيا آخر من زامبيا. رد بالك الراسية، يخرج معز، تبارك الله عليه. خميس عليك يا بن شريفية. 85 85 85، شجع وصفق واللي خاف يروح. كرة ترجع للترجي الرياضي التونسي لبن شريفية. معز كرة طويلة، معز يلعب الكرة عن طريق اللاعب رقم 4، يمشي ريك كولوكوتا، إريك لي جويل كيمواكي. أضغط يوسف، أضغط يوسف، أضغط المساكني. كرة ترجع مرة أخرى للحارس، باهيك ربحتنا في 30 ثانية. هنا تتكلم بلغة الثواني في مباراة لوبومباتشي. جويل كيمواكي، كيمواكي في كرة تتهيأ مرة أخرى لشاكر، شاكر الزواغي. المساكني الآن إن شاء الله يحسن لنا شوية مخالفات باش نكسروا الريتم المنافس اللي ضغط علينا بشكل كبير. يمشي كيمواكي، 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 جويل، جويل، وليد الهيشري يا رجال. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي، عاود منها، عاود منها، باهية برشا هذه، باهية برشا هذه. البريم يخصمها لك السيد مويس كاتومبي، والبريم يبدلها لك سي حمد المدب، فماش مشكل. جويل كيمواكي، كرة بعيدة، 86 دقيقة، بريم يذيع من هون يجيك من هون. ترجع كرة في دقيقة 86، 86 14 ثانية. ما أقساك يا كرة القدم، أكتشفك مرة أخرى كم أنت معذبة للقلوب، كم أنت مرضى للقلوب. فبيلقاو السبب الرئيسي لعلة القلوب، عافانا وعافاكم الله، سيجدونها هذا الجلد المدور، سيجدوه هذا الجلد المدور ويجدونها هذه الكرة المجنونة. 87 دقيقة، أنا نحبها 87، أنتم تحبوها في 90. ننتظر الخواتيم من وليد الهيشري. كرة تمشي لفريق الترجي، شدوا كرة، نلعبوا مع يوسف كرة، خلي يشيخ الجمهور في لقطة على الأقل، لحظة الوداع في لومبومباتشي. كرة تمشي بالشمام، عملنا تغييراتنا 3، نذكركم العياري بدل يافول، تخلى من بعد شاكر الزواغي بديل العواضي، ثم يدخل يوسف المساكني بديل الكامروني يعني كنيانك. أصعب الدقائق، أصعب المحطات، يصعب اللحظات بآخر الردهات، ختامه أن يكون مسك إن شاء الله. والكرة ترجع مرة أخرى كونغولية، مازيمبي للتوزيع، رد بالك بالراس والتسديدة. برافو، برافو، ممتاز الراقد، الراقد، فيق، فيق العياري. ترجع الكرة للترجي عن طريق الدربالي، دربالي ثقة باهية لكن مش هكا يا ولدي. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق رقم 4،
يمشي ريك كولوكوتا، الضغط والكرة ترجع للحارس بن شريفية، معز بن شريفية الترجي صفر مازن بصفر. يوسف المساكني الزلوم كيما نتخيلوا انا كيما نتمناه هنا، ترجع الكرة للترجي الرياضي، كرة ترجع. شفت المساكني امتيازاته كثيرة لكن عنده عيب ما يرجعش الدفاع، وهنا أنا أبرر اختيار مدرب. شوف الآن الكرة ترجع لمازن، أضغط شوية يوسف، ترجع الكرة للفريق الكونغولي، واحد يقدم شي شوتو، ترجع كرة مرة أخرى تباكم بوتو والتسديدة والكرة برا، كرة برا في الدقيقة 89 يا ولدي. ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي هنا في سماء لوبومباتشي في استاد الكاملاندو. كرة من معز بن شريفية، كرة ترجع مرة أخرى عن طريق بن شريفية، ترجع بالرأس شاكر الزواغي، كرة لمازمبي عن طريق الدفاع. الشعب يريد 60,000 في استاد رادس سيادته الداخلية، نحكي الوزارة إن شاء الله مع التنسيق بوزارة الشباب والرياضة. الجمهور التونسي له من الوعي الشيء الكثير، ما تخافوش هذه النتيجة إن شاء الله تكمل 0-0 تقودنا إلى الفاينل. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق مازمبي، 89 عن طريق إيموندي الدقيقة الأخيرة. سنتكلم في الخواتيم، في كرة بانطلاقة وين القدام، تقدم امبوتو يحط كرة خطيرة برشا، مش ممكن. الحمد لله الترجي في النهاية بهذه الكرة، مش ممكن يضيعوا كاسونغو. أول مرة يضربونا، أول مرة من الدفاع يعذبونا، أول مرة يدخلوا من لاك سنترال بين بن منصور والهيشري. ركز العبرة في الخواتيم، لماذا لا يضغط وسط الميدان هنا؟ وين شكر الزواغي والترامي والمولي والراقد؟ والكرة تمشي بوتو يعطي باس، هنا كاندا وهنا سينجول، مش سينجولوما، 27 كاسونغو سامحنا. في الدقيقة 90، يا ترجي العاصمة في الدقيقة 90 نخسر. ترجع الكرة بالراس عن طريق الهيشري ما تطيحش توا، والكرة ترجع عن طريق الفريق الكونغولي. رد بالك يسدد، وكرة ترجع كونغولية خطيرة، يا ستار آخر كرة بوتو، والدفاع ممتاز ممتاز الترجي الرياضي. كم سيضيف الحكم، يلزم تلعب في استاد لومبومباتشي باش تعرف المعاناة الكروية. وممتاز الهيشري، والدفاع دفاع الوسوط، دفاع الفهود يستأسد من أجل راية وهلال، من أجل نجمة وهلال. كرة تخرج الدقيقة الأولى من الوقت البديل، كرة عن طريق رقم 4 عن طريق كولوكوتا تمشي السينكلا من غير خطا يا دربالي. كرة ترجع مرة أخرى دقيقة لعب، أضغط كرة ترجع للفريق جوكا سيسولا، واحد يقدم وكرة خطيرة ترجع مرة أخرى، والدفاع شد كرة مرة خطيرة جدا. سامحوني هو كرة تمشي برا للترجي الرياضي، كرة تمشي مرة للركنية يقول الحكم ركنية. دقيقة نص، سامحوني في الدقائق الأخيرة، مسألة أعصاب الآن، نعرف بعيدة كل البعد عن التعليق، فاعذروني. فهذا وطني وهذه بلدي وهذا ممثل لوطن. في كرة ترجع بالرأس خطيرة وخطأ للترجي الرياضي، خطأ للترجي الرياضي التونسي. رجعنا الكرة، وين ماشي؟ خطأ للترجي وانذار، ورقة صفر على 16، عنده ورقة حمراء يا حبيبي الحمراء على ستوب في راس سونزو، لاعب مهم جدا في وسط الميدان سيغيب عن معركة الرجال هناك في الملعب الأولمبي برادس. الترجي الرياضي التونسي في تعادل ثمين. تكفي المعلومة أنه فريقين أو ثلاث فرق فقط في التاريخ من العرب لم يهزموا في لومبومباتشي، وفاق ستيف الزمالك المصري والهلال السوداني. الترجي يقترب من أن يكون رابع نادي في تاريخ القارة السمراء لا يخسر في المقبرة لومبومباتشي. مازالت دقيقة ولا دقيقتين، يا ربي يا عالي. كرة ترجع عن طريق ديابا،
يلعبوا عشرة والتوزيعة والكرة تمشي لمن؟ الرصية من وليد والكرة بن منصور. بعد الكرة بعد الكرة دالي بن منصور. كم أضاف الحكم، كم أضاف الحكم. القلب يدق واللسان يتكلم والصمت ينتظر لحظة الانفراج. ترجع كرة، ترجع كرة للفريق المازيمبي عند المولي. كرة ترجع للترجي الرياضي بهدوء، بهدوء يا العياري، بهدوء أكبر يا الدربالي. ثلاثة دقائق صفر يا نومانديز. نومانديز يعطي درس في التحكيم الإفريقي. ستة سبع انذارات، ورقة حمراء للفريق المحلي. عشرة لعشرة يا ليفواري. ترجع الكرة، حبيتوا الكرة في التراء، الكرة اليوم كانت في الميدان. ترجع الكرة، هذا موشي كوكو، والكرة ترجع للكونغوليين. قد زدت يا نومانديز، مش منبدلش رأي يا زفر. والكرة ترجع عن طريق الأربعة، الأربعة الأربعة الأربعة، والله ضاع الاسم أمريكا. نقولوا كوتا، والعملاق والعملاق المعز بن شريفية. هدي يا معز، هدي يا ولدي لنمر، هدي يا ولدي لنعبر كل المحن. الترجي سيعبر مازيمبي، ومازيمبي قد يغادر السباق. النهائي العربي يقترب. الأهلي 3-3 في سانشاين. ترجي مازيمبي حاليا 0-0. أربع دقائق، أربع دقائق. ترجع كرة عن طريق الخطأ، لمسة يد على المولي. أرجع ركز المولي دور. كرة ترجع عن طريق مبوتو، تريزور ما بين مبوتو. كرة من تريزور، ممكن آخر كرة لمازيمبي، آخر كرة، آخر كرة لمازيمبي. صح عليكم تتفرج وانا نعلق. صعوبة كبيرة وخطيرة، والدفاع يتصدى، وكرة برا، كرة برا، ومرت من الطاف الله. خلاص 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 خلاص. الترجي سيعبر أرض الكونغوليين، أرض الوحوش تبع مازيمبي، بنتيجة بيضاء. لكن ما تنساوش، ما نبداوش نطبل وما نبداوش نتكلموا برشا، راهو مازال اللقاء صعيب، راهو بلغة الكرة الطرح مازال صعيب برشا هناك في رادس. حتى ترجع الكرة، زفر عادي يا رومانديز. وين دخلنا الخمسة دقائق يا اخوي؟ ترجع الكرة مرة أخرى لفريق مازيمبي، تمشي كرة طويلة. ترجع لمن؟ للدفاع، خطيرة جدا، الكنترول صعبة برشا، يدور والحارس، وكرة سهلة، كرة سهلة عن طريق المعز بن شريفية. زفر، زفر يا نومانديز، زفر يا نومانديز، يزفر خليل شمام. الترجي الرياضي التونسي مازيمبي 0-0. سامحني في هذه في هذا المثال التونسي، المثال التونسي يعرفوه الكبارات الزمنيين. سيف سيريك ولانجار يا مازيمبي، سيف سيريك والمطار يا مازيمبي. السفساري بالتونسي هو الرداء، هو الثوب، والثوب الأصفر الأحمر يطغى الليلة في لوبومباتشي. الترجي الرياضي يحقق نتيجة رائعة أمام مازيمبي 0-0.